مسيكم بالخير وين ما كنتوا عم بتتابعونا دايما على شاشة ال بي سي وقناة روتانا خليجية. برنامج ببيروت منطل عليكم يوميا، نحكي عن كل المواضيع اللي بتهم كافة الأسرة، إن كان تغذية، طب، مواضيع اجتماعية، تجميلية وغيرها، مثل ما عودناكم دايما ببرنامجنا. بهاللقاء رح نترافق أنا وزميلي نيفين. يسعد لي مساك نيفين. مساء النور ساشا. مساء الورد. الحمد لله، كيفك أنت؟ أنا منيحة الحمد لله. أنا بدوري برحب فيكم مشاهدينا، واليوم رنا سلام المصممة والجرافيك ديزاينر دايما عندها مشاريع جديدة حتخبرنا عن هالمشاريع خلال حلقتنا وغيرها من الفقرات المميزة والمتنوعة اللي بنتعرف على أبرزها نحن وياكم بهاللمحة السريعة. اليوم في ببيروت، السوليتير المسي مع جينا خوري. الكتابة عند الأولاد، ماهية تحليلها نفسيا وحركيا، موضوع كارول لحود. 10 مأكولات لمعدة بدون دهون تطلعكم عليها جيسيكا بوحرب. رنا سلام تحمل إلينا آخر تصاميمها الإبداعية. نسلط الضوء على يوم الموسيقى العالمي مع ميشيل بولكوفيتش، وغيرها من الفقرات والضيوف والتقارير العالمية في حلقة غنية كما عودناكم، فابقوا معنا. خليكن برفقتنا لليوم لمدة ساعتين ونص من الوقت، وضيفتنا بتعرفنا دايما على كيش جديد بعالم المجوهرات، واليوم رح ندخل معها لخصائص الألماس. منرحب بخبيرة المجوهرات جينا خوري. أهلا وسهلا فيك جينا. كيفك؟ الحمد لله. جينا، قديه مهم نعرف نختار الألماس المنيح والنوعية كمان ندقق فيها؟ أكيد ساشا، كتير مهم نعرف نختار الدايموند تبعنا، لأنه بأغلب الأحيان حجة الألماس بنشتريها مرة، وكل الأشخاص حسب الأهداف تبعهم بحبوا إنه يشتروا الألمازة الأزبط وتكون نفس الوقت حلوة وبتحافظ على قيمتها بالمستقبل. فاليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، ورح نركز على اثنين خصائص بحس أنا كتير أيام من غض النظر عنهم، وهنا كتير مهمين لنختار حجرة فعلا حلوة. أكيد رح نتابع هالفقرة معك جينا لنتعرف على كل شيء جديد بعالم المجوهرات، هالعالم الراقي مثل ما دايما منقول. منشوفك بعد شوي جينا. أهلا وسهلا فيك. وكمان ضيفنا اليوم الاختصاصي بالجراحة التجميلية دكتور نادر صعب، اللي دخل إلى عالم كرة القدم، واليوم بده يحكي دكتور نادر عن أبرز اللاعبين وشو الطريقة اللي بيتبعوها تيضلوا محافظين على جاذبيتهم وجمالهم. خلونا ننتقل لعند نيفين ونتعرف على ضيفتها. خلال حلقتنا اليوم رح يكون عنا وقفة غذائية مع أخصائية التغذية جيسيكا أبو حرب. أهلا وسهلا فيك جيسيكا. كيفك أنت؟ ماشي الحال جيسيكا. يمكن في كثير من الناس عندهم مشكلة تمركز الدهون على منطقة البطن، وعرفنا أنه في بعض الأطعمة بتخفف منها، قديه النتيجة فعالة؟ مزبوط. اليوم رح نحكي عن التوب 10 فودز اللي هي رح تخلينا نخسر الفات بمنطقة المعدة، حنحكي أكيد عن البورشنز وكيف لازم ناكلها بطريقة معينة كرمال نستفيد منها بشكل ماكسيموم. اكيد جيسيكا حنفوت بتفاصيل هالموضوع وبالاطعمه اللي اذا فينا نسميها سحريه خلال سياق حلقتنا. وهلا عوده لعند ساشا، رح نشوفها لجيسيكا بعد اول فاصل. ولكن كمان من المواضيع اللي رح نطرحها اليوم رح ندخل الى عالم الاطفال ونتطرق لمساله الكتابه عند الاطفال، هل هي عمليه سهله او معقده؟ رح نحكي عن هالموضوع مع المعالجه نفس حركه كارول لحود، لانه بالفعل يمكن دائما نحن بنركز على الاولاد كيف يكون خطهم اذا جميل ولا لا، وقديش يمكن عمليه النسخ بالكتابه هي تؤثر كمان على خط الولد. كل هالتفاصيل بتتابعوها خلال حلقتنا مع كارول لحود. هيدي هي ابرز فقراتنا لحلقتنا لليوم، دقيقة قليلة مع الاعلان واول فاصل اعلاني ببرنامجنا. بندعي كل عم بيتابعونا على ال بي سي وقناة روتانا خليجية تنضموا لنا بعد البريك، موضوع تغذية مثل ما شفنا مع ضيفتنا جيسيكا، لنحكي عن الدهون تتراكم بمنطقة البطن وكيف نتخلص منها بعد الفاصل. ليدي نوال، مرحبا وسهلا فيك في المغرب. Tell me, how excited is it to be in Morocco for the first time? Number one, to bring my culture, to bring a little bit of who I am and my continent. مازال يا زملائنا الكرام، حطت اتوبيس معلش لقب سفير النوايا الحسرة، بس انا حاب اعرف من يوم ما استلم كاظم ساير هذا اللقب ايش عمل؟ استغلال اسمكم في اشياء تفيد الوطن العربي، انتم كثير مقصرين. انا فخور انه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين.
إيقاعات أرتام موسيقى من كل أنحاء العالم وكل القارات مجتمعة في العاصمة الرباط لمدة أسبوع كامل. وأنا أحبك 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 يا سلام. I had the privilege to see you guys in Cannes in Chapot Party. So, you ready? Hey, I'm Alicia Keys, and I need you to watch me on LBC with my man Bilal. كل ذلك في ساعة من الزمن. كونوا في الموعد. شو الموضة بالميك اب والشعر اخر التسريحات واهم الميك اب ارتست حول العالم دايما بيعطونا اهم التيبس لالكن اجدد نصايح من اهم الهير ستايلست حول العالم الهوز هو بعالم الفاشن واجدد الفاشن شوز وما تنسوا the tips and tricks اللي دايما بتشوفوها بكاتوك كاتوك يومياً الساعة 6 المساء على LBC. I like my town. هل هو كائن من الفضاء الخارجي؟ عصفور بغرب باللغة الألمانية؟ Nobody knows. أو فكرة بتغير العالم؟ أو يمكن ما على الكوميديا الأمريكية؟ كونان كل هالمجموعة وأغرب من الثلاثة للجمعة الساعة 11 المساء على الـ LBC. مهرجان جرش للثقافة والفنون 2014 يقدم الفنانة إليسا الجمعة 20 يونيو في مدينة جرش الأثرية على المسرح الجنوبي. مش مكان في زعل رحم إلا حضن. من لبنان للخليج العربي ومصر والمغرب العربي وكافة أنحاء الوطن العربي برنامج واحد بيسلط الضوء على أجمل وأجدد الأغاني. مين اللي مسيطر على المركز الأول؟ إليسا، عمرو دياب، فنان العرب محمد عبدو أو المطربة نوال الكويتية. أغاني بتتقدم وأغاني بتتراجع وكل التفاصيل ببرنامج توب 40، برنامج السباق الرسمي للأغنية العربية بالوطن العربي. توب 40 الخميس الساعة 7 المساء على LBC. نتابع ببيروت من أسواق بيروت ونرجع من حي كل اللي عم بيتابعونا على الـ LBC وقناة روتانا خليجية. وبنبتدي بأول فقرة لليوم بحلقتنا وفقرة التغذية مع خبيرة التغذية جيسيكا أبو حرب. ومثل ما شفنا بداية اللقاء بتحكي عن تراكم الدهون بمنطقة البطن وكيف في بعض المأكولات كمان بتساعد للتخلص من هالدهون المتراكمة. أهلا وسهلا فيك عن جديد جيسيكا. كيف كنت؟ كيفك أنت؟ جيسيكا ليش تحديدا منطقة البطن هالقد بتتراكم الدهون؟ يعني أكثر منطقة يمكن بتتكدس فيها.
يعني مثل ما بتعرف يعني مشكله الكل انه عندي نفخه عندي معده كيف بدي اتخلص من هيدا الفات بهيدي المنطقه. ليش صعب اكثر شيء نتخلص من منطقه معده الفات تبعه؟ لانه الجسم بيرتاح بهيدي المنطقه، يعني بس ناكل احنا كميات كبيره من الاكل الجسم بيرتاح تلقائيا انه يجمعهم بهيدي المنطقه، لانه بس نمشي نحن الحمل تبعهم خفيف بهالمنطقه. يعني مش هيك بتلاحظي انه ما بننصح باصابعنا او باجرينا او فمناطق معينه يلي هي بتكون بالمعده او بالفخاد. واكيد عند النسوان غير عند الرجال، لانه النسوان تتمركز اكثر شيء الفات تبعها بقلب الفخاد او يلي بتكون مزبوط يلي بنسميها نحن بير شيب، وعند الرجال بنسميها ابل شيب يلي بتتمركز اكثر شيء بالابدومينال ويست، يعني هي على الخصر وبالمعده. جيسيكا، في أطعمة معينة بتحرق الدهون أو بتخفف لنا النفخة اللي رح نحكي عنهم اليوم؟ مزبوط، نحن حنحكي عن أكتر شيء توب 10 فودز اللي هي حتساعدنا بالبرنينج تبع هيدا الفات، ومبدئياً أكتر شيء بمنطقة المعدة. حنبلش؟ يلا نتعرف على المأكولات. أول شيء حنبلش بفئة الباريز يلي هن شايفينها هونيك عندكم، يلي هي بنعتبر تقريبا مثل التشيريز والكرامبيريز والطومات السوريز كمان، والطومات اللي هي بتعتبر يعني البندوره الكرز، تعتبر فواكه، معظم الناس بتفكرها خضره، تعتبر فواكه. وليش هيدي الفئه مهمه؟ لانه فيها كثير فيتامين اي وفيتامين سي، والفيتامين اي والفيتامين سي بيرجلج هرمونات معينه عنا بالجسم يلي هي بتعمل تفعيل للهرمونات المسؤولة عن حرق هيدي الدهون، ومشان هيك الكمية المناسبة رح تعطينا النتيجة المضبوطة. وشو هي الكمية المناسبة؟ الكمية المناسبة تقريبا بالنسبة للكرز هي تقريبا 12 حبة فينا نقول، أو حيلا شيء مثل التشيريز أو الباريز كمان قد كف الإيد تبعنا يلي هي بيطلعوا تقريبا من 10 ل 12 حبة. والبندورة هون قصدك جيسيكا ناخذها فريش، يعني مش مطبوخة يمكن بقلب الأكل؟ هلا أكيد مثل ما هي. أكيد معروف الخبرية إنه كل ما اتاكلت الخضرة والفاكهة بشكل فريش 100% ناتشر، يعني مانا مطبوخة أو قاطعة بأي بروسس معينة، كل ما كانت أكثر عم ناخذ نحن الفيتامينز والنوتريينتس تبعها المضبوطين 100%. سو أكيد إذا كانت فريش أحسن بكثير. جيسيكا، خلال النهار منقسم الكمية اللي بتطلع لنا، وبعد الأكل ما منحس حالنا شوي عنا نفخة منكلون، أو خلال النهار؟ خلال النهار أكيد، خلال النهار يعني أكيد لازم الميلز عطول يكونوا مقسمين during the day كرمال ما تاخدك portion كتير كبيرة وتشبعي فرد مرة وتحسي بهيدا الضيقة. يعني طب غير اللي حكينا عنه الكرز البندوره، شو بعد ما نحكي عن مأكولات؟ رح نحكي كمان تساعد. عن الافوكا. اوكي، يعني شايفينه حتكون الافوكا كثير منيح لانه هو من الدهون المنيحه وغير مشبعه unsaturated fats، ونحن بحاجه له لانه كمان بيساعدنا بحرق هيدي الدهون. بس بدنا ننتبه للكميه، يعني فينا نعتبر انه الافوكا هيدي نص النص، يعني منقصها بالنص 1/4 هي بتوازنج السيرفينج سايز تبعنا، ومشان هيك ما لازم نكثر منها اكيد. ونفس الشيء كمان بناخذها مثل ما هي مش بالسلطه. مزبوط، بناخذها نجرب قد ما فينا ما نزيد لها اكيد هوني او سكر او شيء من هذا النوع كرمال ما نزيد هون الكالوريز. اوكي، في عندنا كمان الجرين ليفي فيجيتابلز مثل ما شايفين، مثل البقلي او الركة او الخس او البروكلي، هودي كلهم فيهم ماغنيزيوم وفيهم فيتامين اي وسي، رح يساعدونا كمان بحرق هيدي الدهون وكمان بحسسونا بالشبع. يعني بس ناكل هيدي الانواع من الخضره ما رح نحس بعدين انه رحنا بحاجه نرجع ناكل شيء ثاني نعمل سناكينج. سو مشان هيك عندنا هون الدبل ايفكت، يعني بيساعدونا بالشبع وبيساعدونا بحرق الفات. سو وين وين سيتويشن فينا نقول. رح ننتقل كمان على الدارك شوكليت يلي هو كثير منيح لحرق الفات لانه فيه الزنك، والزنك شو بيعمل؟ بيخلي يزيد عنا الهرمون بقلب الجسم يلي اسمه اللابتين. هيدا الهرمون اللابتين بيساعد بترجلج الشهيه تبعنا الابيتايت تبعنا. قد ايه بيطلع لنا تقريبا؟ يعني فينا نقول تقريبا مش اكثر من اصبع الكبير تبعنا، هي البورشن سايز. بس هلا اذا انت عم تعملي سبور اكيد رياضة او جيم مزبوط فيك هون ترجلجي وتزيد شوي الكوانتيتي اذا كنا عم تحرقيها بطريقه فينا نزيد شوي الكميه. مزبوط. طب بالنسبه بس شوي جيسيكا، يعني حكينا عن الفواكه، حكينا عن انواع من الخضره، هول هن الاساسيات لنخسر هالدهون بمنطقه البطن، يعني هول بنركز عليهم هالانواع ولا في غير انواع كمان ممكن تكون مفيده؟ هلا هودي اكثر شيء دراسات بينت انه هول التوب 10 اللي بيساعدوا اكثر شيء بحرق الدهون. اوكي، هلا اكيد في كثير قصص معينه غير فينا نفوت فيها يمكن المره الجايه، بس لهلا يعني هو اكثر شيء تبعها. افضل شيء مزبوط، افضل شيء. اوكي،
حنحكي كمان عن البيض، رح تتفاجئوا بلكي شوي بس لكم بيض. بس كمان الدراسات بينت انه البيض فيه الفيتامين بي 12 وفيه حديد، وهيدي الكومبينيشن بين الفيتامين بي 12 والحديد بتدمج وبتعمل تفعيل للهرمونات اللي كمان بتساهم بحرق هيدا الدهون بالمعدة. بس اكيد هون بشدد وبقول انه البيض ما لازم يكون مقلي، يعني مش انه إن نستعمل بيض ونحط زيت مسلوق. مزبوط، يكون مسلوق بيكون احسن طريقه. وبيضتين فينا نقول. بيطلع لنا بيضتين هلا الخبز بالليل اكيد تربيه كتربيه. الخبز بيأثر كمان شيء جاسيكا اذا تناولناه مع الماكولات؟ اكيد يلا رح نوصل له. الخبز حنحكي عنه اكيد، بس الخبز هون بنحكي عن الهول جرينز يعني القمح الكامله. هلا هون انا جايبه معي الاوتس اوكي، الشوفان يلي هي كتير مفيده وفيها كتير الياف. وشو بيعملوا الالياف؟ بيتكمشوا بكل شيء دهون بقلب جسمنا وبيضهروا لنا اياه. مزبوط. سو كل ما اكلنا نشويات كل ما نكون الكواليتي تبعها تكون هول جرينز او اسمر. اوكي، يا قمحة كاملة ام اسمر؟ قمحة كاملة ام اسمر. اوكي، وصلنا عن البيض، لكن قلنا معدل بيضتين تقريبا بس مسلوقين. حسب ما عم شوف في زيت زيتون كمان. زيت زيتون اكيد. هلا زيت الزيتون بالنهاية هو بالكاتيجوري تبع الفات، يعني بس مونو انساتوريتد فات، يعني منه من الدهون المشبعة وبكميات مضبوطة وبكميات دقيقة. قدي تقريبا فينا نعتبر حسب هون الوزن تبع الشخص، حسب طوله، حسب قدي هو بيحرق بالنهار، بيختلف يعني كمان من شخص لشخص. بس فينا نقول تقريبا على كل ميل فينا نقطع 1 تيبل سبون يلي هي ملعقة كبيرة من زيت زيتون، كانت على السلطة أو كان على بكرة مع اللبنة أو التربية تبعنا. سو هيدا تقريبا بتوازي الحصة تبعنا من الزيت زيتون. وعلى البارد أكيد، لأنه يمكن في البعض بحطوا زيت الزيتون ليقلوا يمكن شغلة معينة. هيدا مسكونسبشن، ما كتير بتأثر. بس ليش؟ لأنه ما بتأثر؟ كتير بتأثر. بس ليش هون في المسكونسبشن؟ لأنه بس أنت عم تطبخي عندك التندنسي إنه تزيد كمية أكبر من الزيت. ماما يعني احنا كلبنانيه ما كثير عندنا هيدا اللي منعير يعني بالملعقه وهيك. سو مشان هيك بالطبخ بفضل انه تكون بدنا نعير بالملعقه، واذا لا ننتبه ناكله ني نكون بالزيت. اوكي بيرجع عندنا الجرين تي. اوكي، جرين تي كثير مفيد لنا لانه هو بيعمل بيعلي كل شيء، بيعمل انكريز لكل شيء ابزوربشن بناكله للبيمتص. مزبوط، بيخلينا نمتص اكثر بطريقه اسرع واكثر كل شيء نوتريينتس وفيتامينز بناخذهم من الاكل. كل شيء فيتامينات. سو هيدا مثل فيك تقولي بونص، يعني أوكي. كل ما زدنا من الجرين تي ما في له اي ضرر. في وقت معين للجرين تي لنتناوله او لنشربه؟ يمكن في كثير في وقت معين لنشرب الجرين تي؟ بعرف انه في كتير اشخاص بيشربوه بعد وجبة الغداء. هلا هو ليه بعد الغداء احسن؟ لانه بيخليك تعمل دايجستشن اسرع الهضم. مشان هيك هون كمان بنستفيد اكثر. بس على الترويق انا على طول بقول للفانس تبعي مرقوا بين كل وجبه جرين تي، هيك بيساعدهم اكثر وبيسرع. كمان الجرين تي على الريق ما في مشكلة، على الريق أبداً. وبعد كل ميل يعني إذا قلنا في ناس بيشربوا 5 كبايات جرين تي كمان ما في مشكلة. أي إفكت ما في أي. بس كمان هون بننتبه للسكر، مش يكون عم نشرب جرين تي ونزيد سكر السكر السكر، لأنه هون بنصير بالكالوريز عم نعلى. نوصل للمكسرات. وهون أكثر شيء بحدد اللوز الني والجوز الني، يعني ما نكون عم نقول مكسرات ونجيب قصص محمصة ومنزاد لها كتير ملح ومقلية، لأنه هون كمان عم نصير نعمل ووتر ريتنشن ومنعبي مي، وهذا الشيء نحن ما بدنا إياه خاصة بمنطقة المعدة. سو اللوز الني والجوز الني هن كتير مفيدين لأنه غنيين بالبروتين وفيهم كتير ماغنيزيوم وبيخلونا نشبع. يعني كمشة صغيرة تقريبا 12 حبة أو كافية. 23 حبة كافية كرمال تعطينا البروتين المفيد وتشبعنا، ما تخلينا نعمل سناكين بعدين على غير شيء. نوصل آخر شيء للسمك. آخر شيء بنوصل للبروتين يلي هي الفئة اللي كتير مهمة، دجاج وسمك. أهم شيء اللين بروتين نكون عم ناخد، يعني كل شيء بروتين ما فيه دهون مثل الدجاج، وهون لاحظتوا الصدر عنا أو السفينة وما في عليها أي دهنة، يعني كل شيء دهون أو كل شيء جلدة منشال عليها لهيدا السفينة أكيد. وتكون أكيد بطريقة مشوية ومش منزاد لها كتير زيت أو زيت زيت أو زبدة. وكمان عنا السالمون إذا شايفين هو كمان بيعتبر من اللين ميت. وغير التشيكن والسالمون في عنا التونة يلي هنا كمان فاريلين، واكيد عنا اللحمه، لحمه تكون لحم بقر مش لحم غنم. أوكي. لانه لحمه الغنم فيها كتير هاي انفا. بس جيسيكا دائما قلت تكون النتيجه سريعه،
هلا هون كمان في عنا عوامل اخرى بتساعدنا بتساهم بهيدا الهيدا يلي هو اكيد المي. لازم نكون عم نشرب تقريبا 2 liters of water بالنهار يلي بيوازوا تقريبا 10 كبايات مي. المي كتير مهم وبيساعدنا نحرق كل شيء فات وبيخلينا نستخرجه لبرا. وفي كمان عنا النوم. في ناس كتير يمكن بتغض النظر عن هيدا الفاكتور بس النوم كتير مهم ودرجة الستريس. يعني الواحد اذا كان كتير ستريس هيدا الشيء ما رح يساعده يحرق. سو كل ما كنا نحن ريلاكست وبيمود منيح كل ما نحن زدنا اكثر نتيجة صارت اسرع. نعم أكيد دائما بنحكي عن إيش مهمة. جاسيكا ما حكينا عن يمكن العصائر الطبيعية المشروبات الغازية أكيد هون الشخص لازم يقطعها لأنه كتير بتأثر على الدهون بهالمنطقة تحديدا. هلا في كتير ناس بتحب المشروبات الغازية وأنا ما بحب يعني ماني مع الفكرة إنه نمنع حدا من شيء. يعني إذا الواحد كتير بيحب فينا هون نرجلج أكتر البورشنز. سو كونتيتي معين من الكربونيتد بيفرجز إن كانت مش حنسمي هلا بس إن كانت شيء فيها غاز إتس فاين بس بدنا نعرف إنه هون بتعملها شوية نفخة بالمعدة ونحن هذا اللي ما بدنا اياه. اذا بدنا فريش جوس او عصير فينا نشرب فريش جوس بس كمان بدنا ننتبه للكوانتيتيز. يعني كبايه عصير بتوزي حبتين فواكه فهون بدنا ننتبه. يعني كانه اذا شربنا كبايه عصير ما لازم نرجع ناكل كثير فواكه during this day لانه هون في عنا السكر. طب في معتقدات كثير بنسمعها جيسيكا مثل الخل كمان ممكن يساعد لحرق الدهون، الجريب فروت كمان، هل هذا الشيء صحيح ولا غذائيا ما كثير بينفع او ما كثير بفيد؟ الخل كثير منيح وخاصه الخل التفاح. بس هون مشكله الخل انه في ناس عندها كثير ريفلو وعندها مشاكل بالمعده وهون بتلعب دور الاسيديتي. مزبوط. سو بدنا ننتبه. يعني اكثر شيء انا بشجع شويه حامض مع زيت حتى بقولهم يخلطوها مع مي الدريسنج هيدا بتكون اخف شيء اسيديتي على المعده وهون ما بنكون عم ناذي اي شيء من البكتيريا بقلب المعده. جيسيكا كم شغله فينا ناكل من اللي سميناهم خلال النهار؟ تقريبا اذا فيك تاكلي منهم كلهم اذا اكلتيهم بشكل مزبوط وبالبورشنز المزبوطه. يعني لنقول ما في اي بروبلم 12 حبه يعني انت تقريبا بالنهار لازم يكون عندك 3 حصص فواكه يلي فيك تعتبري 12 حبه كرز. هيدي حصه فينا ناخذ شوكولا بعد الظهر فينا ناخذ تنحسب قبل الجيم او بعد الجيم شوكولا. لوح صغير شوكولا دارك شوكليت بيساعدنا فينا نكون مروقين ترويقتنا بتكون بيض تنحسب فينا نحط معه شويه زيت زيتون. على الغدا فينا ناكل سلطه يلي هي فينا نحط شويه بقله مثلا جرينز مع توميتو وافوكادو. وسناكس فينا نلعب باللوز والجوز وكبروتين على الغدا كمان فينا نستعمل بس اكيد مش مقلي مشوي من دون مش مقلي اكيد. في شيء من عاداتنا الغذائيه يؤثر مثل الرز يعني كمان كتير من دخله بأكلنا نحنا بيأثر مزبوط. كمان على الدهون أكيد. هلا هون كل ما علينا نسبة الكاربز النشويات كل ما استفدنا. يعني هون بدنا نخفف كتير من النشويات وأكتر شيء أنا بقول إنه من بعد الساعة 4 نجرب ما ناكل كاربز. ليش؟ لأنه على الساعة 4 بيوقف تقريبا الجسم من حرق الدهون والميتابوليزم تبعه تلقائيا بيخف. سو إذا بدنا ناكل الكاربز أحسن شيء نكون عم ناكله على الترويقة وعلى الغدا. من عشية نكون عم ناخد شيء لايت سالد أو شيء بروتين بلا كارب. اوكي ثانك يو جيسيكا على تلفيك رح ناخذ كل اللي قلتيه بعين الاعتبار ونتبعهم وان شاء الله بنشوفك عن قريب. ثانك يو. رح ننتقل لتقرير كمان ونشوف بيونسي اللي بالفعل بتعرف معنى الامومه واهميه الاطفال بحياتنا فتبرعت للمولودين قبل اوانهم بالدول الناميه. التفاصيل بهالتقرير بنتابعه سوا. On the sand of time, know there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. I lived. لا يحصل النجم على محبة الملايين لفنه فقط وإنما أيضا لشخصيته وعطاءاته الإنسانية وهذه هي حال بيونسي التي أثبتت مرة جديدة أنها صاحبة قلب كبير إذ تبرعت ب 125 ألف دولار لإنقاذ الأطفال ذوي الولادات المبكرة في البلدان الفقيرة. تبرعات بيونسي ذهبت لجمعية Embrace Innovations التي توزع على الدول الفقيرة أكياس نوم مبتكرة للرضع وهي بديل للحاضنات التقليدية ذات الكلفة المرتفعة ما يبقي الطفل دافئا وآمنا
حتى يستعيد صحته وقواه بينما ينمو أكثر فأكثر كل يوم. ومن خلال تبرع بيونسي ستمول الجمعية نشاطاتها في بلدان مثل كينيا، غانا، إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، السنغال، رواندا، مالي، ملاوي ونيجيريا. والمئة وخمس وعشرون ألف دولار، وهو مبلغ بسيط لنجمة بحجم بيونسي، سيفيد 2000 طفل. بيونسي وهي نفسها أم لبلو آيفي التي تبلغ 2 أعلنت عن تبرعها خلال حفل جوتشي الخيري Shine for Change الذي يهدف لرفع التوعية حول تعليم وصحة الفتيات الصغيرات في الأمم التي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية وتنظيمية. شو هالبيونسي، شو بتخبر بعين محبينا والفانز تبعها بس تعمل هيك عن جد مساعدات ولفتة إنسانية؟ وهي معروفة أصلاً بكاركتيرها وبنفسيتها الكتير حلوة. كتير عن جد لبيونسي. رح نتوقف دقيقة قليلة مع الإعلان، ولكن قبل بدي ودع كل عم بيتابعونا على قناة روتانا خليجية فيكم تنضموا لمتابعتنا على شاشة الالبي سي لنستمر كمان ببقية فقراتنا ومواضيعنا لحلقتنا لليوم. بريك ومتابع. ليدي نوال، مرحبا وسهلا فيك في المغرب. Tell me, how excited is it to be in Morocco for the first time? Number one, to bring my culture, to bring a little bit of who I am and my continent. مازال يا زملائنا الكرام، حطت أوتوبيس معلش لقب سفير النوايا الحسرة، بس أنا حاب أعرف من يوم ما استلم كاظم ساير هذا اللقب إيش عمل؟ استغلال اسمكم في أشياء تفيد الوطن العربي، أنتم كثير مقصرين. أنا فخور أنه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين. إقاعة أرتام موسيقى من كل أنحاء العالم وكل القارات مجتمعة في العاصمة الرباط لمدة أسبوع كامل. وأنا أحبك 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 يا سلام. I had the privilege to see you guys in Cannes in Chapot Party. So you ready? Hey, I'm Alicia Keys, and I need you to watch me on LBC with my man Bilal. كل ذلك في ساعة من الزمن، كونوا في الموعد. لما نقول بالصدارة منقول شوبيز. بأخبارنا اليومية بنطلع عليكم من العالم العربي لتركيا وصولاً لهوليوود، تقارير ومقابلات خاصة وصور حصرية. تابعونا يومياً بشوبيز على LBC. شوبيز يومياً الساعة 5 المساء على LBC. يحيي الفنان ملحم زين حفلا فنيا في علي لبنان السبت 21 يونيو حزيران 2014 في ليريتاج ريزورت علي عين الرمانة شارع سوق الغرب. للحجز والاستعلام الاتصال على الأرقام التالية. البيت عاملة فرش قدام فرن المعلم عدوي ومش ملحقة على الزباينة معلم. وفي حد بيشتغل مع كيدام يبقى طيب؟ بنت دي تطردها برا الحتة ودلوقتي حال. كيد النساء يوميا الساعة 9 المساء على الـ LBC.
للطعام أسرار وحكايات، بهارات ونكهات، تفاصيل صغيرة ما بينبيح فيها إلا إذا عملتوها على نار لطيفة. إذا كنت أنت أو أنت من يلي بيعرفوا يكسوا هالأسرار، شاركونا مع فيتا لطيفة. نحنا يوم في عنا أكل دسم، يوم في عنا أكل صحي. خاتم خطوبة لازم نختار، وكيف فينا نختار الحجر المميز والمزبوط؟ رح نتعرف أكثر على تفاصيل هالموضوع مع خبيرة المجوهرات جينا خوري. أهلا وسهلا فيك جينا. هاني بين، كيفك؟ منيحة وأنت؟ الحمد لله منيحة. جينا، بداية كيف فينا نختار الخاتم الخطوبة؟ هديك الجمعة نيفين كنا عم نحكي عن خاتم المحابس بالأكثر، ركزنا عليهم وقلنا إنه كتير مهم نطلع على عدة عناصر، يعني مش بس مثلا في ناس بتركز على الحجم، قلنا بدنا نطلع على السايز وكمان نشوف البادجت تبعنا، لأنه أيام يمكن البادجت تبعنا إذا ما نشتري حجرة كتير حلوة ونظيفة ما بيتناسب مع السايز اللي بدنا اياه. وبدنا كمان نطلع على المستقبل، انه اذا انا يوما ما بدي ارجع اجيب معه سوليتير مثلا، او اذا جبت هلا سوليتير بدي اجيب محبس، كيف يكونوا متناسقين مع بعض. وبدنا نشوف اللايف ستايل اكيد تبع الشخص، انه هل فينا نلبسه كل يوم بطبيعه شغلنا الى اخره. نعم، في اصول معينه لاختيار هالخاتم؟ هلا اصول اذا عم نحكي كديزاين او عم نحكي كنوعيه كبادجت، لانه هو لا كنوعيه اكيد. كنوعيه في بعض الاصول اللي هي انا ما بعتبرها انه كل الناس مجبولين فيها، بس هي ينصح فيها وافضل من غيرها. يعني مثلا ينصح دائما انه نجيب دايموند مع شهاده. نعم، بدنا نحكي اكثر عن موضوع الشهادة. اول شيء بدنا نعرف المشاهدين شو هي الشهادة او السيرتيفيكيت اللي مفروض ناخذها لما نشتري حجر معين او الماس. هلا الشهادات في كثير لابوراتوار اليوم، في كثير مختبرات الماس بيعملوا شهادات لاحجار السوليتير. شو معناتها الشهادة؟ الشهادة هي نيفين بتحدد لك انه اذا انت اليوم اشتريتي هيدي الحجرة شو مواصفاتها، يعني شو الفور سيز بنسميهم تبعها، يعني شو الكارت ويت، شو الوزن تبعها، شو لونها الكولر تبعها، شو النظافة الكلاريتي تبعها، وأيضا شو الكت. فلما نشتري شهادة حجرة مع شهادة من مختبر معروف عالميا وعنده سمعة جيدة، بنكون نحنا عم نحمي حالنا. كيف؟ انه انا بعرف انه اليوم اذا بعد 10 سنين مثلا بدي ارجع بيع حجرتي، هيدي الشهادة بتثبت لي انه هاي الحجرة هيك مواصفاتها، لانه على اساس هالمواصفات بعرف انا شو السعر، لانه السعر في سعر عالمي للالماس والسعر يحدد حسب هدول. نعم، المواصفات. جينا حضرت لنا مجموعه من الصور، خلينا نشوفهم ونعلق عليهم. هلا عندنا بعض الصور اليوم لنفهم اكثر الموضوع. اول شيء حبيت احط عده شيبس للالماس، لانه اللي بيدخل كمان عنيفين بالقرار ايام هو اي شيب للحجره بدنا نختار. مش كل الناس بدهم الراوند، في ناس يمكن بدهم برنسس كات، في ناس بدهم قلب، في ناس بدهم بيشبه النجاسة الماركيز الى اخره. فهلا عم نستعرض سوا عده شيبس للدايموند. جينا، عندي شو بتنصحي؟ انا بنصح اكثر شيء بالراوند شيب. الراوند شيب لانه هي محكوكه بطريقه انه اكثر شيء تفوت ضوء وتعكس الى الخارج. هلا رح نحكي اكثر بالتفصيل عنها، وهي اكثر شيء يعني اذا بدك فيها لمعيه الراوند انا بنصح فيها اكثر شيء، بس ما بيمنع حسب الكابل شو بحب، حسب الصبيه شو بتحب. في حجر بيناتهم معين بدل على الموضه ما بنزهق منه؟ البدال هو اكثر شيء راوند. كمان الراوند هو معروف، يعني هلا اليوم بالماركت برايس اذا ما نحكي مثلا كيف تطلع اسعار الالماس اللي بتطلع ببلجيكا، في عندك سعر للراوند لكل الاحجار المبرومين، وعندك سعر لكل الاحجار الشيبس الاخرى. الراوند هي اللي اكثر شيء مطلوب، ما بيخف الطلب عليها. بس هو اغلى واحد الاوفال اذا مش غلطان. لا، هو الراوند الاغلى كمان شيء. الراوند اغلى شيء لسبب انه الراوند
من جهة عليه الطلب كتير، من جهة تانية لأنه الراوند لما بدك عندك حجرة خام من الطبيعة بس بدك تطلعي منها حبة راوند بتخسر وزن أكتر، فالوزن اللي عم تخسره بيخلي انه السعر يرتفع مقارنة مع غيره. عم تشوف صورة تانية، هيدا سيرتيفيكيت مزبوط لخاتم راوند صح. هلا عم نشوف راوند، وهلا هيدا حطيتها انا اكثر از سامبل، هيدا من جي اي اي بنقرا فوق. جي اي اي از ان اكزامبل، يعني هي مثل من اللابوراتوارات اللي بيعطوا شهادات للحجار. عم نشوف كيف بتجي الشهادة، عندك على الشمال بحطوا لك مواصفات تبعها، شو اللون، شو النظافة، شو الحك، وغيرها غيرها من الكاركترستيك رح نحكي عنها. وايضا اذا فيها جاي نوع من الشوائب بفرجوك بالمنتصف، بحددوا لك انه وين جاي الامبيوريتي اللي فيها، يعني بيكون في كل الديتيلز. مزبوط، كل الديتيلز. كمان بحطوا لك السايز، يعني انت اذا يوما ما مثلا دايموند تبعك مثل ما قلنا حابه تشوفي بعد 10 سنين شو بتسوى، عندك مواصفات على تعرفي شو الفاليو تبعها. هلا الصوره الثالثه عم هلا اللي بحدد دائما الالماس بنحكي عن الشيء بنسميه the four C's، يعني هن الكات، الكارت، الكولر، والكلاريتي. بالصورة next حنشوف الدايموند كارت. بتعرفي كيف بتزيني مثلا يمكن الاكل بالجرام، مثل ما كنا عم نحكي مثلا مع جيسيكا، الفود بتزيني بالجرام، الوزن بالمجوهرات اللي هو الكارت او الايراد، يعني بنحكي عن كارت هو بيحدد لنا قديش وزن او قديش حجم الدايموند. فهي دائما ناخذها بعين الاعتبار، ودائما اكيد بس يكبر السايز بيزيد بيرتفع السعر. اكيد ثاني شيء وبيرتفع لانه على الوزن يندر وجوده اكثر، يعني بالطبيعه نادر وجود احجار كبيره. ثاني شيء بنشوف بالصوره عنا انه الدايموند كولر كثير مهم ناخذ بعين الاعتبار وقت بدنا نشتري دايموند. مزبوط، ناخذ بعين الاعتبار اللون. الوان الالماز ابيض ابيض شيء هو بنسميه دي كولر، بنبلش بالدي. بالدي اوكي، هيدا الابيض اكثر شيء اسمه دي. دي مزبوط. عندك هن مقسمين اول كاتيجوري بنسميها دي او اي او اف او دي اي اف. هيدا الماز يعد فيري فيري وايت او كولرليس دايموند، يعني بيطلع بالطبيعه ما فيه لون، اتس ذا بيست كواليتي اوف دايموند. بعدين عندك لون الجي كمان يعد منيح، وعندك اذا شفنا كمان فوق في القش. هلا القش شوي ببلش فيها صفار، يدخل عليها لون بتبلش تخف اذا بدك كواليتي من ناحيه اللون، وبيرجع عندك الاي ومنطلع ببلش يصير اكثر فيزبل، بنقشع اكثر انه الدايموند فيها لون فيها صفار. نيكست عندنا الكلاريتي. الكلاريتي هي بتحدد نظافة الالماز، قديش هو نظيف. نحن ككلاينتس كيف فينا نعرف نظافة الألماز، أو أنه حسب تصير علاقتنا بالدار المجوهرات؟ أو كتير كتير صعب، كتير صعب نحن كأشخاص ما مش جايين من باك جراوند بنعرف، كتير صعب نعرف مزبوط شو النظافة. لأنه إذا عم نحكي مثلا عن كلاريتي مثل ما هون شفنا من الـ VVS لحدية الـ VS2 even SI، النظافة ما بتبين إلا على اللوب. اوكي، ومشان هيك ينصح دائما وقت نكون عم نشتري دايموند عم ندفع مبلغ مهم، دائما نشتري مع هيدي الشهاده من مؤسسه معروفه عالميا، لانه خلص صار معروف شو هو وتراست، يعني عندنا ثقه 100%. والسيرتيفيكيت بتساعدنا صح كمان. صح، سيرتيفيكيت عندنا ثقه انه المكتوب على السيرتيفيكيت هو فعلا يلي نحن عم نحصل عليه. نعم، يعني الثقه بتلعب اكيد دور كثير مهم بالمجوهرات. دائما لازم بنروح عند الشخص، يعني من جهه اذا ما عم نشتري حجار ما عم شهادات، نروح عند الشخص اللي بنوثق فيه اكيد. نعم، وعنده سمعه جيده الى أكيد. اخره. فمنشوف الكلاريتي. كلاريتي يعني هي بتعطينا نظافه الالماز. هلا اليوم انا حبيت ركز مش على اللون ولا على الكلاريتي، يعني مش على لون الالماز. خلينا بس كحدا عادي، يعني اي حدا ما عنده خبره في يلاحظ اذا كان شوي الخاتم بضوي او مبين هيك نظيف، هيدا دليل انه نظيف او بيكون اللمعيه كثير بتاثر. اكيد اللمعيه كثير بتاثر، يعني قد ما كانت لمعته قويه قد ما هو نظيف اجمالا. ايه أوكي. اجمالا
يعني اذا عندك حبه كل ما تحسي انه عم تلمع اكثر كل ما تعد انه اتس بيتر انه تعد كواليتي منيحه. بس انتبهي مثلا اللامعيه ما خاصه باللون، يعني ممكن يكون عندك حجره بتلمع كثير حلو بس لونها منه حلو، لونها ما فيه قيمه انه اذا لونها صفرة مثلا اي كولر او شيء. هلا بدنا ننتقل للكات. ايه بدنا ننتقل نحكي عن الكات، لانه انا بلاحظ كثير ايام بنغط النظر على الكات تبع دايموند. والكات لما نحكي عن حجار حبه حبه اذا عم نشتري سوليتير هي بعد اهم من النظافه واهم من اللون. ليش؟ لانه اليوم لما انا بقول دايموند شو بيخطر على بالك نيفين لما بتحكي دايموند؟ سوليتير او اذا كهي كحبه وحده بيخطر على بالنا قديش بتلمع وقديش نقيه، مزبوط؟ بيخطر على بالنا اللمعيه والنقاوه. اللي بحدد اللمعيه بالدايموند بعكس ما كل الناس بتفكر هي مش بس النقاوه تبعه، الشيب يمكن هي الشيب وهي الطريقه اللي انحكت فيها هيدي الحجره، لانه الراوند شيب مثلا انعملت بطريقه انه في لها قياسات معينه، هالقياسات بيجعلوا منا اذا الشخص اللي عم بيحك الدايموند حكى مزبوط بيجعل منا انه هي تفوت كميه نور كبيره وترتد الى العين، وهالكميه النور اذا فاتت وما ارتدت بسبب انه الحك منه كثير جيد ما بتعود تلمع. اذا بنلاحظ على الصوره مثلا في عنا اول اثنين من الكاتس هن they are very good يعني ideal وfine cut. ليش؟ لانه النور عم بيفوت بيرجع عم بيطلع لبرا، يعني الانجل اللي عم بيفوت فيه عم بيرجع النور يرتد لبرا فعم بتلمع الحجره. اما باخر اثنين كاتس اللي هن على اليمين محكوكين بطريقه انه صحيح من فوق كثير واسع الحجره بنلاقيها عريضه بس من تحت النور لما عم بيفوت عم بيزمط ما عم بيرجع يقدر يرتد. يعني الشيب له اهميه كثير كبيره ولازم اي حدا بده يشتري سوليتير او خاتم كثير لها اهميه، وهيدي فينا نعرفها دائما من الشهاده تبع الدايموند. في محل لما نكون عم نشتري دايموند في عنا شيء اسمه كات جريد. الكات جريد اذا بدنا دايموند تكون لمعيتها حلوه لازم تكون او اكسلنت او فيري جود، وهدول اللي انا بنصح فيهم، لانه لو اشترينا حجره في في اس ولونها كثير ابيض وكثير نظيفه بس اذا محكوكه مش مزبوط البروبورشنز منهم مزبوطين ما رح تلمع، وانا شو بدي بدايموند ما بتلمع، هالشيء بقلل من قيمتها وبقلل بقيمتها بالمستقبل. نتابع بالصور عنا بتتابع، فاذا هول الكات جريدز مثلا اللي بتستعملهم الجي اي اي من اكسلنت فيري جود جود فير بور. انا بنصح شخصيا اذا بدنا حجره حلوه تحافظ على قيمتها انا نروح على الاكسلنت او الفيري جود. يعني بطلت الخبريه جينا انه اشترينا خاتم عجبنا، لا في كثير امور بدنا ننتبه وتفاصيل صغيره في امور بدنا ننتبه لا ما نحس بعدين انه خسرنا او نحس انه بس انه عجبنا. معك حق، يعني هو دائما كثير بيعجبنا يمكن ديزاين تبع خاتم بننبهر فيه صحيح، بعدين بنحس انه بلشت تقل قيمته، بينما اذا انتبهنا لكل التفاصيل اللي عم تعطينا اياها يمكن يعني معك حق نيفين انه ما ننبهر بس بالديزاين يمكن تبع الخاتم وكيف طالع حلوه الدايموند فيه، لانه فيكون ديزاين بعقد والحجره حلوه لانه فكره حلوه بس فعليا هي ما عم بتلمع اناف صحيح، وفعليا اذا انا بدي ارجع ابيعها يمكن اخسر بحقها لانه هين اشتري حجره مش حلوه بس هين اجي ابيعها صحيح. مزبوط. نيكست بدنا ننتقل على فكره بعد مهمه كثير بالدايموندز بعالم الدايموندز وايام بنغض النظر عنها ايضا اللي هي اسمها الفلوريسنس. هلا بالالماز من زمان كانوا يشوفوا دايموند يسموها بلو بلون، ما بعرف اذا سامع فيها، بيكون معناتها انه هي هيدي الدايموند تحت اللون لون تحت الالترا فيولي وضوء الشمس ممكن تعطي لون ازرق. هلا هيدا الزرق من زمان كانوا يفكروا انه شيء منيح بس بعدين لاحظوا انه لا هيدا مثل هي impurity اذا بدك في خلل يعني بالدايموند بيجي محل اتومات الكربون ايام بيدخل مع نيتروجين لانه هو الدايموند معمول من كربون بس ايام بيدخل نيتروجين بياثر بيعطي من جهه كولرز بيعطي للون اصفر والى اخره وايام بيعطي شيء بنسميه فلوريسانس. نعم الفلوريسانس بتاثر كمان على جمال الحجره تبعنا لانه مرات بتبين مثل شوي يمكن معوكره اذا كانت قويه.
وهيدي الشغلة نحنا ما بننتبه عليها أيام بس نشتري دايموند. أنا بنصح كل الأشخاص اللي عم يشتروا. أكيد بدي أذكر المشاهدين كمان أنه جينا معك شهادة من دايموند جريدينج ما هيك؟ دايموند جريدينج من أنا درست دايموند جريدينج بالإنستيتوت اتش آر دي اللي هن كمان ببلجيكا من أهم يعني اللابوراتوار اللي بيعطوا شهادات للدايموند. خلينا ننتقل جينا للصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة كمان بتركز أنه على شهادة الدايموند اللي عم نشتريها دايما ننتبه على الجريد تبع الفلوريسانس لأنه الفلوريسانس كمان بتأثر على جمال الدايموند تبعنا وبتأثر أيضا على قيمتها بالمستقبل إذا بدنا نشتريها وبتأثر أيضا على السعر. يعني الألماز اللي حبي اللي فيها فلوريسانس إذا كانت سلايت أو very strong سعرها بيختلف عن إذا ما فيها جينا فلوريسانس. شكرا لك عن جد تفاصيل كتير مهمة ولازم كلنا ننتبه لها. بنشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله وهلأ عودة لعند ساشا. ومنتابع مع عالم الابتكار وضيفتنا اختارت الأزياء وتخصصت بموديلات التنورة ومنرحب أكثر بريبيكا دحروج. أهلا وسهلا فيك ريبيكا. بونجور. كيفك ريبيكا؟ منيحة. أول شيء هيك دائما يعني بس شفت إذا بدك الأسئلة قلت إنه ليش تحديدا السكيرتس حبيتي بس لأنه أول شيء أنا حبيت أتعامل مع قمش مش كثير حلو. أوكي. أخذته من عند سكاف. هو قماش او برديه او صالونات وعملت فيها تنانير كتير سمبل يعني مش قماش البسه او تياب يعني اقمشه غريبه يمكن نقيتيهم ايه وهو الموديل السامبل عمل انه التنوره بتناسب كل البنات وبتعمل انه هي بيس ديفرنت من غير قصص قطعه مختلفه ما بنلاقيها بغير مطارح وسهلة التلبيس وبتناسب لكل الأجسام لكل ستيل البنات يعني حتى الصبية اللي عندها وزن زايد شوي إنه لا فيها تلبس ايه بس حسب الكات تبعها هون بينشغل وبيريح على النقطة وبيريح صح. ريبيكا عادة شو أكثر أنواع الأقمشة اللي بتلفتك أو النقشات؟ نعرف إنه هلا البرنت كمان كتير دارج على القطع ما هيك عم بستعمل كل شيء برنتد وأكتر في شيء ألوان بستعمله يعني كتير بحب الألوان وكمان اسمه يعني كولاغو فيل يعني اسم للبراند البراند للألوان يعني وأكيد باخد أقمشة شوي أضخم من التانية يعني تعامل تنورة أهم من التانية يعني بتنوعي بالأقمشة بتنوعي بالقصات حتى ترضي كل الأذواق أكيد أكيد وحسب القماش وحسب القماش كمان بتتخيلي كيف حيكون الموديل. ريبيكا ما بتحسي حالك إنه حديت شوي أفكارك وابتكارك بعالم السكيرتس أو بالتنانير أو لا؟ لا بالعكس لأنه رح يضل في قماش جديد رح يضل في موضة بالقماش وأنا بستعمل البقية القماش بقى بيضلوا good reason تأستعملون وأعمل تنانير. بتخيل إذا بقية القماش مثل كأنك عم تركبي لوحة يعني بتصير التنورة نعم كمان مجموعة أقمشة مع بعض لتطلع إذا بدك أو ليطلع التصميم حلو. تخصصت بتصميم الأزياء أو لا مع الوقت أخذت الخبرة؟ أنا تعلمت لوحدي اوكي وانا بدرس انا مهندسه اوكي يعني مخص وذاتس واي بتركبي القصص على بعضها ايه مخص بس حبيتها وهوايه حلوه واول شيء كنت اعملها لإلي وبعدين صاروا الناس يحبوها سو بلشت اعملها خيري. شو اكثر شيء بيلفت بالديزاينز تبعك او بتصميم السكيرتس؟ اكثر شيء اذا بحط بلعب كثير مع الالوان اوكي يعني انا اكثر شيء بالبنت مثلا تلبس بس تنورة وتوب أبيض وبتبين من بعيد هيدا هي التنورة ما يعني. بتحب تكون تكون التنورة كلاسيك أو كلاسيك في الموديلات الكلاسيك بس القماش اللي بيعطي يمكن الإفيه أكثر نعم عادة اليوم مثل ما عم نشوف يمكن الخطوط العريضة للموضة ريبيكا يمكن قصات التنانير مش على نفس المستوى هل هذا الشيء تبعتيه كمان بهالكولكشن؟ أنا كل كولكشن رح أعمل ثيم وهلا الثيم الجديد هو طرقات بيروت بقى بكل طريق حسيت في شيء ولعبت معي دايركشنز وعملت طرقات سرسوق طرقات طريق مرمخايل جميزه كيف حيكونوا الطرقات؟
وإيه بغير النيفو من تحت بغير. أوكي. إيه والستيل التنورة. بس هون بدك تروح على الألوان يمكن الهادية مش كتير. كمان. كمان. ولكل تنورة سميتها اسم وعطيتها كاركتير للبنت وشرحت شوي عن الطريق. بقى كل تنورة رح يطلع لها مثل اتيكات صغيرة عندها تشريحة إلا قصة معينة يعني أو مستوحاة من شيء معين. شو الفرق يمكن بين التنورة القصيرة الطويلة أو هي حسب القماش أول شيء وكمان حسب البنت شو بتحب لأنه مش كل أقمشة بيلبق لها تكون يمكن هالتنورة طويلة أكيد وحسب أنا شو بدي فرجي فيها يعني مثلا إذا بدي فرجي ما أنا مخايل عندي قصات كتيرة في كتير ليفلز إذا بدي فرجي سرسق مثلا هي طويلة شوي وهادية ومرتبة أكتر. أوكي بتفوتي شيء أكسسوريز على التنورة يمكن خرز صغير شك ولا لا فوت خرز لحاله شك أوقات إذا بدي أعلي من الماشي وخرز صغار كمان. ريبيكا متشكر حضورك معنا على كل حال شفنا صور على الشاشة أخذنا فكرة شوية من تصاميمك وبنتمنى لك كل التوفيق. أهلا وسهلا فيك. تبعت مبارح المونديال تبعت الجزائر مع بلجيكا ولا لحقت تتابعي شيء؟ ما لحقت. على كل حال نحن تبعنا وعشنا على أعصابنا وعن جد كان فخر لنا وشو ما كان النتيجة إنه الجزائر وصلت لهالمرحلة المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل ولكن كمان النجوم عبروا على طريقتهم ودعموا هالمنتخب اللي منفتخر فيه مثل ما ذكرت. خلينا نشوف كيف عبروا على السوشيال ميديا بهالتقرير. الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي ينافس في مباريات كأس العالم والبارحة حين لعبت الجزائر بمواجهة بلجيكا ورغم الخسارة توحد حولهم كل الوطن العربي بما فيه نجومه. أحلام أعلنت قبلا عن منحها الجزائر كرة مسية في حال فازوا بالكأس وأكدت البارحة أنها ستمنح 10,000 دولار لكل لاعب يسجل هدفا لتشجيعهم على المنافسة. رغب علامي غرد هو الآخر شجع الجزائر وأشعل صفحته على تويتر دعما للفريق وحتى بعد انتهاء المباراة هنأهم على جهدهم الملحوظ. أصالة بدورها أكدت أن الله مع الجزائر متابعة كم نحلم بأي انتصار وارتدت قميصا عليها علم الجزائر وتابعت المباراة مع شقيقها أنس وزوجها طارق العريان. مكسيم خليل أعلن قلوبنا معك يا جزائر استمتعوا وأمتعونا فكم نحن بحاجة لجرعة من الفرح شجعوا الجزائر. ميريام فارس نانسي عجرم نوال الزغبي ويارا أيضا هيصنا للفريق الأخضر وإن حزنا للخسارة لكنهن فرحنا لقدرة المنتخب على المنافسة بشراسة وخسارة معركة لا يعني خسارة الحرب. محمد عساف بدوره علق حاملا علم الجزائر اليوم كلنا جزائريون بالتوفيق للمنتخب وأعلن رامي عياش الليلة قلوب العرب كلها جزائرية. فيما كتبت ديانا حداد عبر صفحتها على تويتر هارد لك لفرسان الصحراء الجزائر إن شاء الله يعودوها في المباريات القادمة ويتأهلون للدور 16. وتابعت نجوى كرم المباراة ولم تكتفي بذلك إذ حثت كل من يحبها على البقاء على حماسته للفريق الأخضر مؤكدة قلبنا مع الجزائر. الرحلة طويلة أمام المنتخب الجزائري الذي يثبت يوما بعد يوم أنه جدير بالمنافسة علهم يفوزون بالكأس ويرفعون رأس العرب كل العرب. على كل حال عن جد كانت مباراة هيك عدنا على أعصابنا وبالفعل تحية للمنتخب الجزائري لأنه اللعب كان ولا أروع والدفاع كان بالفعل بجنن. هيدي لفتة كتير مميزة وإن شاء الله بالمباريات القادمة الفوز بيكون لنا للجزائر. كمان قبل ما توقف مع فاصل إعلاني بعد في كتير من فقرات اليوم بانتظاركم رح ندخل إلى عالم الطفل وكمان نحكي عن مسألة الكتابة هل هي مسألة صعبة أو معقدة لبعض الأطفال وأيضا إلى عالم الطبخ مع الشيف
الشيف جو برزة وكمان الإنجازات اللي عم بيقوم فيها رح نتطرق لو نحكي عنها. دكتور نادر صعب موضوع كتير غريب اليوم بده يحكي عن اللاعبين بما أنه بعدنا بأجواء المونديال، اللاعبين الرجال تحديدا أكيد منتخب أو منتخبات كرة القدم كيف بيقدروا يحافظوا على جمالهم وجاذبيتهم. وكمان بآخر فقرة بندخل إلى عالم الابتكار والتصميم مع مجلة سيلكشنز وغيرها من الفقرات المميزة والمتنوعة بانتظاركم بعد أي قليلة مع الإعلان. تابعونا. ليدي نوال مرحبا وسهلا فيك في المغرب. Tell me, how excited is it to be in Morocco for the first time? Number one, to bring my culture, to bring a little bit of who I am and my continent. مازال يا زملائنا الكرام، محطة أوتوبيس، معلش، لقب سفير النوايا الحسرة، بس أنا حاب أعرف من يوم ما استلم كاظم ساير هذا اللقب إيش عمل؟ استغلال اسمكم في أشياء تفيد الوطن العربي، أنتم كثير مقصرين. أنا فخور أنه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين. إيقاعات أرتام موسيقى من كل أنحاء العالم وكل القارات مجتمعة في العاصمة الرباط لمدة أسبوع كامل. وأنا أحبك 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 يا سلام. I had the privilege to see you guys in Cannes in Chapot Party. So, you ready? This girl is on fire. Hey, I'm Alicia Keys, and I need you to watch me on LBC with my man Bilal. كل ذلك في ساعة من الزمن. كونوا في الموعد. هل هو كائن من الفضاء الخارجي؟ عصفور بغرب باللغة الألمانية؟ أو فكرة بتغير العالم؟ أو يمكن معقل الكوميديا الأمريكية؟ كونان، كل هالمجموعة وأغرب من الثلاثة للجمعة الساعة 11 المساء على الـ LBC. في العدد الجديد من مجلة روتانا، أنغام حذرة للغاية وأنتظر من يستفز قدراتي، عزبي وعايش ملك شبان يرفضون الزواج هربا من نكد الزوجات، ألوان النيون لأناقة جريئة تلفت الأنظار، تدشين معرض إلكترو بالدمام. اشترك الآن في مسابقة مجلة روتانا بخطوات بسيطة واربح أجهزة إلكترونية قيمة برعاية شركة إلكترو للأجهزة المنزلية. للتفاصيل زوروا موقع المجلة rotanamags.net. السيدة التي ملأت الحياة بالحب، كتبت الإنجازات في صفحات الكتب فغيرت مسار السرب. أنا السيدة، الأم، الزوجة والأخت، جعلت من سطوري مسارا لأبنائي، بيدي اليمنى حملت القنديل فكانت يدي اليسرى الدليل. أنا السيدة التي روت الماضي تحكي الحاضر وتصنع المستقبل. السيدة مع أسماء وهبي برمضان على LBC. عيشوا معنا، معنا رمضان. Summer time and the fashion is easy. إذا بتبعوا كاترين شو الموضة بالميكاب والشعر آخر التسريحات وأهم الميكاب أرتيست حول العالم، دايماً بيعطونا أهم التيبس لإلكن، أجدد نصايح من أهم الهير ستايلست حول العالم، الهوز هو بعالم الفاشن وأجدد الفاشن شوز، وما تنسوا the tips and tricks اللي دايماً بتشوفوها بكاتوك. كاتوك يومياً الساعة 6 المساء على
LBC. بمحطتنا التالية منستقبل خبير بعالم الطبخ دايما بيجي معه وصفات لبنانية جديدة ومبتكرة. أهلا وسهلا بجو برزة، وبترافقه أيضا مسؤولة عن مزارع بيولاند روزي بعبيد. بونجور. بونجور، نسيت اسمها شوي. روزي بعبيد. هاي روزي. هاي، كيفك؟ كيفك جو؟ أنا كثير منيح. حضرنا كثير أشياء اليوم. إن شاء الله. أوكي، عم نشوف كله أورجانيك فود، رح تخبرنا عنه أكثر روزي. أكيد، نحن بدنا نوعي العالم شوي على الأورجانيك يلي هو كل شيء زراعة بدون كيماويات، يعني مع هالأيام كله مش عم نعرف شو عم ناكل، ولأنه ناكل من الأرض شو عطتنا الأرض بدون ما نزيد كيماويات. ولما نحكي أورجانيك للحيوان، يعني الحيوان ما بنعطيه أنتيبيوتيك، ما بنعطيه غير كمان أكل أورجانيك، وعنده مساحة يركض فيها، مش بتكون زارع ب 100 حيوان ب 10 ديمتر كاري يعني. نعم. هيدا كونسبت الأورجانيك. روزي، شو بتزرعوا بيولاند؟ نحن بنزرع كل شيء خضره وفواكه، يعني من خاص، بندوره، خيار، فواكه، كرز، يعني شو ما هيدا. وعندنا دجاج، وعندنا بيض، وعندنا لحمه، لبن، لبنه، وكيترينج مع شيف جو برزا. يعني اجتمعنا لقينا بوان كومان نحن وياه، هو اللي بحب الارض ونحن من الارض وبالارض. قد ايه عم بتحسوا في اقبال على الاورجانيك؟ في كثير عم بحبوا الناس، عم بجربوا. في كثير، نحن بلشنا كعائله، نحن كان فاميلي بزنس، بس نحن وعائلتنا. هلا صرنا 300,000 متر مربع على 3 مزارع، يعني بس تشوفي وعي الناس. فتحنا محل بالشوفه، فتحنا مطعم بالبترون، يعني الناس هي اللي عم تطلب وهي اللي بدها يعني انتم موجودين ب نحن عندنا 3 مزارع بين البترون وجبال، ومحل كيترينج مع شيف جو برزا شوفة، كل البرودوي تبعنا بتنباع هونيك والأكل. نعم. وعندنا مطعم كمان بنعمل كل أحد بفاه. نعم. نعم. خلونا ننتقل عن شيف جو ونشوف شو محضر لنا لليوم. شو في شكل كتير طيبة. هيدي شكله نبتة جديدة اسمها الكيل، كتير بتشبه السلق. اسمها الكيل. أوكي. كيل. كتير بتشبه السلق، طعمتها شوي صفاج، يعني اللي بحب الطعمات فيها طعمة الأرض بتحسي. هيدي أورجانيك. أوكي. هي الأوريجين طبعا من الصين، بس هلأ كثير ترندي مثل الكينوا، مثل بتعرفي، بس طعمتها كثير طيبة. يعني هاي أنا موضة 2014 إذا بدك. إيه، مع جايبي من قدام. أنا كثير حبيتها، وبما أنه بشتغل المطبخ اللبناني، وبما أنه بحب السيزون، يعني كل شيء موسمي، فقلت ليش لا. وعنا الجبنة من المزرعة، وعنا البندورة والخيار باينين من المزرعة، والكرز. الكرز يعني شغلة كتير طيبة، بنصح انه العالم تشتغل بالفواكه الموسمية، لانه حرام يعني فيك تعمليها عصير، فيك تعمليها بوزة. صحيح. فيك تعمليها، فينا ندخلها بالاكل حتى، كباب بالكرز، يعني اكل كتير قديمة مش عم نخترع البارود. فقلت انا رح اعمل الكيل. الكيل تتعمليها هي شوي قاسية. رح حط الكيل، بتتقطع جوليان، وفيها تنطبخ يعني بتلفيها مثل محشي سلق مثلا اذا بدك، وفيها تنطبخ على البارد. مهم انه ما تنسلق، لانه بس انسلق بتفقد كل الفيتامينات تبعها. أوكي. فيها كتير فيتامينز وكتير منيحة. يعني بنقطعها مثل ما هي وبنحطها اول شيء. إيه؟ واكيد ما بنسلقها تما يروح شيء من الفيتامين. بالضبط. بنزيد عليها اذا بدهم يطروها، فينا نحطوها شوي بالميكرو اوند، او فينا نحطوها بالديب فريزر. اذا أوكي. بتحطيها بالديب فريزر، لانه الديب فريزر بيحرق. اوكي. هلا رح حط الجبنه فوق منها، وهي شوي طعمتها مره، يلي بياكلها بحس طعمتها مره. في زيد عسل، من نكسر المرورة بالعسل. وطيب، بس ما جايب معك العسل اليوم، ما يحو كله محطوط بال بالدريسنج. هلا بقول لك الدريسنج. أوكي. شو هو؟ بندورة. حتى اعمل لك مفاجآت انا. هولي انا كثير عاجبيني. وهذا خيار، بندورة وخيار. خليت لي ولا ما في عيارات، يعني مش رح اقول لك عيارات. كمان الكرز رح حط معه، ورح خلي له الكرز شوي بيكسر طعمة المرورة. شايف؟ اكيد، لانه كمان فيه سكر. أوكي. وعندك كمان الجوز. اخر شيء رح خلي الجوز لحطن. اوكي. عليها. هلا هون الصوص فيها حامض، زيت زيتون، كمون،
حامض، كمون، زيت زيتون، كمون، ايه فيها عسل، عسل، ملعقه، ملعقه عسل وحده، فيها ملعقه عسل وملح، ملح وبهار. اوكي، يعني هيدا الصوص بنخلطهم مع بعض، إيه؟ وبالاخر بنزيدهم كمان شويه خردل. طيب، ما شويه خردل. هلا اذا بدهم، واللي ما بيحبها بتقرش تحت، يعني بتمه للكيل، في ينقعها قبل بوقت بالخل وزيت الزيتون والسكر. هلا رح اخفقهم. كتير بحب اشتغل بكل شيء برودوي لوكال، اكيد يعني، وبحب شجع لانه في مساج لازم يوصل، وخصوصا اذا كان اورجانيك، يعني في مساج لازم يوصل انه عنا برودوي، عنا غنى بارضنا، لازم نستفيد منه، لازم نشجع كل يعني اللي عم بيحضرون. انا ما بدي انتقد، بس مش دائما روكفور، وعرفت يعني انه هيدا جبنه كثير مهمه بحب انه نشتغل فيها ونسوقها يعني. اكيد. واللي بحب يحط لها ملح وبهار، انا حاطط ملح وبهار بقلب الصوص، ودائما بنزيد الملح بنزيد الملح بالصوص لانه تعطي نكهه. خليت الجوز للاخر بتحطهم. نعم. اوكي. نعم. طب شوف شو الفوائد اللي بترجع تذكرني اسمها مالكا فيها الكيل. بس شو اسمه؟ الكيل هو كيل. هاي بالبروتين، فيه فيتامينات كثير منيحه، وانتي كانسر بيحارب كمان، وفوائده للي عنده كوليسترول اذا بياكلوا منها على بكره كثير منيحه، يعني تقرشيها وتفتشيها. اتس بريليانت، فيري نايس، كثير طيبه. روزي، عم تزرعوا كل انواع الخضروات؟ مبدئيا ايه، مبدئيا ايه. واللي نحن ما عندنا اياه كثير كمان نعمل اوت سورسينج. نحن الاي ام سي كثير عم بتساعدنا تتعطينا، يعني السيرتيفيكيشن بتاخذيها من الاي ام سي بلبنان، بيدلونا على مزارعين كمان بيون كمل بعض. يعني بنشتغل مثلا كثير مع جمعيات نسائيه مثل جذورنا، نحن بنعطيهم مثلا حسب الموز، الكرز، بيعملوا لنا هن الكونفيتور والقصص المجففه. بنشتغل مثلا مع كمان اذا بدك المبيد باترون، يعني تقريبا كم نوع عم تزرعوا؟ عنا شيء هلا عنا شيء 700 صنف هو بيولاند، يعني اسمه نحن بيولاند، وغير الاشياء الامبورتد اكيد، يعني عنا شيء 700 برودوي. شو هيك خلصنا، هيك خلصنا، هاي. نعم. هي. نعم. بدنا ندوق هلا ما نتعمل كل كله لانه كثير كثار. مين بده يدوق؟ روزي؟ لا انت. اكيد مش انا. يلا هات نشوف. لا الصوص كثير طيب، كمون طيب، كمون طيب، يعني ناكله دائما لازم يجرب. انا بقول واحد ناكل كمون مثلا بالصياديه او بشويه كباب وهيك. نعم. بس مع الدريسنج كثير طيب يطلع. شايف كمان هيدا الشغل بشجع الكل عن جد اللي ما بياكل اشياء صحيه، انه فينا ناكل شيء صحي وطيب بذات الوقت، وخصوصا الصوص يعني والكرز. هلا صيفيه، هلا اذا بكلها لهي انه صيفيه ومش فريش، اكيد كثير طيبين. صحتين. ميرسي روزي، ميرسي روزي على الاكل الخطا. ميرسي لك. صحتين. ميرسي شيف، نتمنى لكم كل التوفيق. وهلا عوده عند ساشا. ومنتابع كمان بفقراتنا، وب21 حزيران من كل سنه بيحتفل العالم بعيد الموسيقى، وهالذكرى ما بتغيب اكيد عن بيروت اللي بتعم فيها الاحتفالات بمختلف المناطق. شو هو برنامج ونشاطات عيد الموسيقى لهالسنه؟ بنتعرف اكثر على ابرزها مع ضيفتنا ميشيل بوليكيفيتش. اهلا وسهلا فيك ميشيل. شو من سنة لسنة لنشوفك. ميشيل، كيف التحضيرات؟ بعد كم يوم بنحتفل بعيد الموسيقى، وبعرف يمكن هالبرنامج قد ايه بتعطوا أهمية له كل سنة. أكيد أكيد هيدا العيد كثير مهم، كثير بنحبه وبنحب كل سنة نرجع نعملها، يعني بحياتها ما تموت. عيد الموسيقى هو مهرجان مجاني فني موسيقي لكل العالم، دعوة عامة لكل العالم. هالسنة شو البرنامج راح يكون؟ وين راح تكونوا موجودين؟ وخبرينا هيك شوي عن الأجواء، في فرق جديدة راح تكون مشاركة؟ طبعا مثل كل سنة راح يكون بسوليدار بكذا محل، راح نركب تقريبا 9 مسارح هالسنة. ساحة الشهداء، حمامة الرومانية، أسواق بيروت، مسرحين. رح تكونوا حدنا كمان. رح نكون دغري تحتكم، حدكم. هلا عم نركب ستيج تحت. اوكي، هالستيج هيدا هو كرمال عيد الموسيقى. فمسرحين بالأسواق، زيتونة باي، وكنايس كمان عنا. نعم. ريبيكا، شو أهمية هالعيد؟ وليش يمكن الفكرة إنه تكونوا بكذا مكان موزعين مش بمكان واحد؟
هو فكرة هيد الورا هالعيد إنه المدينة تعيش خلال الموسيقى، فيكون في بكل زاوية فرقة عم تلعب موسيقى، الواحد ينزل يتمشى بالشوارع اللي عادة يكونوا ما فيهم شيء يعني أصلا، بس فجأة بيلاقي كذا اكتيفيتي بانز عم يلعبوا، يعني كل المدينة تعيش خلال الموسيقى بهالسهرة، وهي بتكون على نهار واحد يعني ب 21 نهار واحد كامل كله منعيش الموسيقى بكذا موقع بعاصمة بيروت مثل ما حكيت عنه. خبرينا شوي مين رح يشارك بهالمهرجان بهالعيد؟ هالسنة مثل كل سنة بنحب نشجع المواهب الجديدة اللي بيخترعوا موسيقتهم واللي شوي بيكونوا مش كتير مينستريم، مش كتير كوميرشل، بيخترعوا موسيقى شوي مميزة، جاز، روك، بلوز، غربي، شرقي، عربي، كل الأنواع، بس يكون فيها في ميزة خاصة بتكون للفرقة، فلا يكون في شيء مميز فيهم هيك خاص لهم. وكمان هالسنة زدنا كتير فرق جاية من كذا بلد، في كذا سفارة مشتركة معنا. هالسنة عنا سفارة رومانية مشتركة وجايبة فرقة اسمها أماديوس رح يلعبوا على زيتونة باي، في عنا سفارة فرنسية مثل كل سنة رح يعزموا فرقة كمان رح يلعبوا، يعني كتير فرق كان محلية ولا عالمية متنوعة. خلينا ناخد المزيد من التفاصيل بهالتقرير، وهو تحديدا خلال المؤتمر اللي أقمته لأطلاق هالعيد لهالسنة. خلينا نتابع بعض المقتطفات ونرجع من كفة حديثنا. برعاية وزارة الثقافة تم انعقاد مؤتمر صحفي لإطلاق مهرجان عيد الموسيقى بنسخته 14 بالتعاون مع السفارة الفرنسية في لبنان والمركز الفرنسي وشركة سوليدير نهار الأربعاء 21 مايو 2014 في نادي اليخوت خليج الزيتونة، بحضور عدد كبير من الصحافة المرئية المكتوبة والمسموعة. تخلل المؤتمر كلمة من مدير عام شركة سوليدير السيد منير دويدي وسعادة سفير فرنسا في لبنان باتريس باولي والسفير الروماني فيكتور ميستيا، واختصر المؤتمر جدول المهرجان الذي سيضم عدد كبير من الفرق الأجنبية والعربية. سيبدأ المهرجان في 21 حزيران 2014 انطلاقاً من ضواحي بيروت وفي مراكز السفارة الفرنسية في كفر دبيان، زحلة، بعلبك، طرابلس وغيرها من المناطق. عيد الموسيقى العالمي احتفالاً بالبلدان العربية، لبنان هو الوحيد اللي بيحتفل فيه. السنة عنا 8 مسارح بساحة الشهداء، سمير قصير، الحمامات الرومانية، مسرحين بالأسواق بيروت، مسرح بالزيتونة بي، ومسرحين بالكنائس. ليش؟ لأن عم تعطي مجال لكل أنواع الموسيقى تكون موجودة على المسرح، وعم تعطي مجال لكل هالمبدعين بالموسيقى يقدر يجي الجمهور يتعرف عليهم مجاناً. السنة كمان السفارة الرومانية والسفارة السويسرانية حبوا يشاركوا معنا ويجيبونا كمان جروبات من عندهم بهالنهار واحد اللي بيحتفلوا فيه. عنا 6 فرق جايين من الكويت، من الإمارات، من مصر، وفوق الأكيد 60 جروب اللي موجود على المسارح الثانية بالوسط. الناس بلبنان يعني تعبوا وتوائين ليحكوا لغة غير لغة الفوضى والصراعات السياسية والخلافات، وهيك بدهم يحكوا لغة المحبة والسلام، والموسيقى هي لغة المحبة والسلام وكل الناس بتحكيها. نحن يعني بنعتبر انه هالحدث هيدا حدث كتير كتير مهم للبنان. طبعا نحن بهمنا من كل هذا الموضوع انه نضلنا قادرين دايما نعكس الوجه الحضاري للبنان ولبيروت كمدينة ثقافية على المستوى الإقليمي والعالمي، ووسط مدينة بيروت لحتى يبقى هو كمان المسرح الكبير لكل النشاطات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى الجهد اللي نحن عم نعمله لإعادة عمار وسط مدينة بيروت. هيدي لمحة عن أجواء المهرجان هالسنة كيف رح يكون. ميشيل، كيف بيتم اختيار الفرق المشاركة عادة كل سنة؟ نحن بنعمل ابل كاندياتور، بنطلب بنعلن انه نحن هلا عم ناخذ ابلكيشنز للفرق وهن بيقدموا، دونك من كل اللي بيقدموا بنلاقي احلى شيء، المميزين اكثر شيء، اللي بنحس عندهم اكثر شيء بوتنشل. وقد ايه مهمه هاللفته لهالفرق انه تدعموا هالطاقات الشبابيه او هالشباب اللي مبلشين جديد اكيد وعلى مسرح والناس كلها بتقدر تشوفهم؟ اكيد كثير مهم لهالفرق، و
انه يكون فيها المهرجان لانه اكثر شيء بيطلع لهم اكسبوجر خلال هالمهرجان. يعني في كثير فرق بلشوا معنا انطلقوا معنا وكفوا يعني بعضهم كل سنه بيشاركوا. يعني في فرق كل سنه بتشارك معكم هي ذاتها؟ في كم وحده بس انه مش كل سنه كل سنه لنا 14 سنه بنعملها بس انه تقريبا يعني في كم فرقه بترجع بسنتين ثلاثه بس انه اما بيرجعوا من بعد 6 سنين من بعد ما انطلقوا من بعد ما انطلقوا بيرجعوا لعنا. يعني قديش تتوقعوا نسخه لهالسنه يمكن من هالمهرجان تلاقي نجاح مثل السنه الماضيه؟ هالسنة متوقعين كثير عالم خاصة انه رح يكون سبت عشية يعني هيدا السبت 21 حزيران وبما انه في عنا المونديال كمان وكذا شغلة فمتوقعين كثير عالم هالسنة. ايه رح يكون شيء والتوجه بيكون لكل افراد العائلة يعني حتى في فرق ممكن الاولاد يحبوها يشجعوها اكيد والبرنامج ببلش بكير هالسنة يعني رح يبلش على الساعة 6 اوكي على كم مسارح مثل على زيتونة باي رح يبلش على الساعة 6 بالكنيس مبلش على الساعة 6 حتى بأوروغواي ستريت وينك حديقة سمير قصير رح يبلش على الساعة 7 فالبرنامج يعني مبلش بكير يمكن كثير بكير وبيستمر لساعات الصباح الاولى ولا تقريبا للوحدة الصبح رح يكون للوحدة الصبح. كم فرقة كلهم على بعضهم رح يكونوا؟ تقريبا 70 70 فرقة 70 فرقة ايه وكمان هالسنة زدنا على البرنامج انه في عنا فرق فرقة جاية من مصر فرقة من الكويت فرقة من دبي عنا كذا فرقة من بلاد عربية جاية تشترك كمان. اوكي يمكن هذا الشيء الجديد لهالسنة لانه قديش مشال مهم يمكن كل سنة تعملوا شيء جديد عن النسخة أكيد. اكيد هو هو وقتها فينا منجرب نستعمل امكان جديدة ودائما البرنامج هو اساس هيدا المهرجان البرنامج الفني فدائما هو اللي بيتجدد واللي نعرض على العالم فرق جديدة يعني بنخلي العالم جديدة. يكتشفوا فرق جديدة نعم في شيء على هامش المهرجان بيصير نشاطات يمكن غير موسيقية باندز ممكن هيك مش على المسرح يكونوا موجودين بين الناس يتنقلوا او لا فقط المسرح والفرق هلا عادة بيكون في اجواء يعني في اجواء وفي عالم هي من قرارها الخاص يعني بتنزل بالشارع مع بيركشنز وبتلعب بالشارع وبتحتفل طبعا نحن بنلاقي هالعالم انه يعملوها ينزلوا انه سبونتينيوس ليش لا بتعطي روح حلوه كمان أكيد. للمهرجان هيدي روح هيدا الموسيقى صح ميشيل كل التفاصيل بالنسبه للبرنامج بتعرفي لانه كل شخص يمكن عنده ذوق معين بالموسيقى وحابب يكون متواجد بهالمكان بهالفرقه اللي بتلعب هالنوع من الميوزك كل التفاصيل على الفيسبوك عندكم فيسبوك بيج مظبوط عنا فيسبوك فدولا ميوزيك بيروت وتويتر فدولا ميوزيك باي وفي كمان على السيت تبع الانستيتيو فرونسي في كل برنامج عليه وفي عندنا كذا بارتنير مثل اجندا كولتورال لابتيفيتي كل العاده الويب سايت وكل شيء جديد فوالا دونك اذا بيحطوا فيت دو لا ميوزيك بيروت 2014 بيلاقوا كل المعلومات البرنامج وبيشوفوا كل مسرح عنده ستيل معين يعني في بلوز في جاز في روك في عربي في كل حلو كل الاذواق ما راح نقول لك ما راح نكون موجودين يعني هي تلقائيا نحن هون كانه عم نعيش الاجواء الموسيقيه معكم شكرا ميشيل موفقين لهالسنة وهيك إن شاء الله بنشوفكم كمان عن قريب بنشاطات أخرى أهلا وسهلا فيك Thank you ميشيل داي قليل مع الإعلان وبنرجع منتابع بقية فقرات ببيروت وبعد الفاصل ندخل إلى مسألة الكتابة عند الأولاد تابعونا ليدي نوال مرحبا وسهلا فيك في المغرب Tell me, how excited is it to be in Morocco for the first time? Number one, to bring my culture, to bring a little bit of who I am and my continent. مازال يا زملائنا الكرام محطة أوتوبيس معلش لقب سفير النوايا الحسرة بس أنا حاب أعرف من يوم ما استلم كاظم ساير هذا اللقب إيش عمل؟ استغلال اسمكم في أشياء تفيد الوطن العربي أنتم كثير مقصرين أنا فخور أنه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين إقاعة أرتام موسيقى من كل أنحاء العالم وكل القارات مجتمعة في العاصمة الرباط لمدة أسبوع كامل وأنا أحبك 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 يا سلام I had the privilege to see you guys in Cannes in Chapot Party. So, you ready?
Hey, I'm Alicia Keys, and I need you to watch me on LBC with my man Bilal. كل ذلك في ساعة من الزمن. كونوا في الموعد. كتار بيجتهدوا بس قليل اللي بيتميزوا. تم تكريم الإعلامية أنجلا مراد كأفضل إعلامية شابة للعام 2014 بأضخم حفل تكريمي لهالموسم MC International Awards. إذا أنا اليوم عم بتكرم كأفضل إعلامية شابة للعام 2014 فهيدا الشيء بيعني أنه فريق العمل ببرنامج باب أب هو الأفضل، وباب أب اليوم هي الانترتينمنت ماجازين المفضلة لدى الكتار من المشاهدين. من صالة السفرة بكازينو لبنان ترقبوا وقيع الحفل اللي كرم أبرز وأهم الوجوه الإعلامية الفنية والاجتماعية بالحلقة الأخيرة من بوب أب لهالموسم. بدي طبعاً أشكر شركة روتانا على الإكسبوجر الحلوة اللي بقدمونا إياها ولدعمهم لإلي. وعدناكن بالصدارة ونفذنا الوعد. بوب أب الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. البيت عامله فرش قدام فرن المعلم عدوي ومش ملحقه على الزباينه معلم. وفي حد بيشتغل مع كيدامو يبقى طيب. البيت دي تطردها برا الحته ودلوقتي بحال. كيد النساء يوميا الساعه 9 المساء على LBC. يومياً الساعة 5 المساء على LBC. بفقرتنا التالية رح ندخل إلى عالم الكتابة وننطلق مع الحروف الأولى اللي بيتعلمها أولادنا، وهل الكتابة هي عملية ومسألة صعبة أو معقدة للولد؟ كل التفاصيل مع المعالجة نفس حركة كارول لحود. أهلا وسهلا فيك كارول. أهلا فيك كارول. هل الكتابة عملية سهلة أو معقدة بالنسبة للولد؟ الكتابة إذا بنحكي عن كتابة الحروف هي عملية كتير صعبة، بعكس ما نحنا منتخيلها كتير هينة إنه بس منمسك القلم ومنكتب على الورقة ومثل ما منشوف الحرف منكتبه. هي عملية بتطلب أكيد يعني بتطلب كتير مهارات من الطفل، شوي شوي بتعلمها وبتبلش معه من عمر كتير صغير، يعني فينا نقول من وقت اللي بيكون بعده طفل رضيع، أول ما بلش يحرك إيديه يبلش يحس بحركة إيديه، من هون بتبلش مهارات الكتابة عند الطفل. يمكن أول شيء ما ببلش مرحلة الكتابة، ببلش مرحلة الرسم أو اللون يمكن. صحيح. هذا الشيء كمان نوعا ما بمرن حاله ليوصل للحرف الصعب، لأنه عن جد هي عملية صعبة مثل ما قلت، منا سهلة. أكيد هي يعني خلينا نحكي نحن عن الحركة الكتابية تما نحدد كتابة الحرف. نعم. الحركة الكتابية فإذا هي بتبلش خربشة بالأول، بعدين رسم، بعدين ببلش يرسم أشكال، بعدين تيوصل على الآخر يلي يعني هو أعلى مستوى بالحركة الكتابية انه الولد يقدر يكتب الحرف. يعني منبلش بعمر صغير سنتين بلش يخرطش على الورقة، يعمل خطوط عشوائية بأول مرحلة. الولد بعد ما بيكون بيحترم مساحة الورقة، بتشوفه بيكون عم بيرسم على الورقة وبيكفي رسم على الطاولة. دونك منبلش بالأول خطوط عشوائية، شوي شوي بتبلش تتحدد الحركة الكتابية تنوصل بالآخر على كتابة الحرف. وأكيد مثل ما حضرتك قلتي أنشطة مثل التلوين مثل القص مثل التلزيق، هولي كلهم أنشطة بتحفز الحركة الكتابية رح نحكي عنها. وين بتكمن صعوبتها تحديدا؟ طريقة يمكن رسم الحرف مزبوط، ما يكون الخط واضح جالس ولا لا؟
تنحدد أول شيء صعوبة الحركة الكتابية لازم نحكي عن شقين بتتمثل فيهم الحركة الكتابية. الحركة الكتابية هي مش بس عبارة عن المردود الكتابي اللي بنشوفه عن الورقة، هي جزئين مثل ما قلت، في أسس حركية بالأول وفي أسس إدراكية. يعني حركية كيف ممكن يكون وضعية الجلوس، كيف صحيح القلم بأي إيد، صحيح 100%، كيف الولد بيقعد على الطاولة، قد إيه ارتفاع الطاولة مناسب لإله، الطاولة ما لازم تكون كتير عالية تما يكون عم بيصير في تشنج بالكتف، ولا تكون كتير واطية كرمال ما يقوس ظهر الطفل. نعم. فإذا نحكي أول شيء على وضعية الجلوس. أوكي. الولد لازم يكون قاعد بطريقة كتير مرتاح على الكرسي، ظهره بده يكون مستقيم، إجريه دقين بالأرض وثابتين، مش إجريه عم بيهزوا لأنه هيدا بخلي يفقد التوازن. الإيدين ما رح نحكي بعد عن الإيد اللي بيكتب فيها، الإيدين لازم يكونوا على الطاولة، مش الإيد اللي ما بيكتب فيها بهد راسه أو أوكي. أوكي؟ هيدي كوضعية جلوس. منروح على مسكة القلم، كيف بيمسك القلم الطفل؟ أكان بيمسك باليمين أو بالشمال، بيمسك بين ثلاث صبيع، الإبهام والسبابة بيمسكوا القلم، والوسطى هي بيلقى عليها القلم بس. دونك هون كتير بنشوف مشاكل عند الأولاد، بيمسكوا القلم بطريقة كتير غلط، بيمسكوا مثلا بالخمس صبيع. صحيح، هيدي المسكة خطأ، هيدي المسكة خاطئة، دونك بنمسك بين الإبهام والسبابة، فوالا هيدي هي المسكة الصحيحة. بنمسك القلم فإذا بالإيد اللي هي اليد المهيمنة دومينانت. هلا بنحكي عن الفرق بين مش كل الولاد بيكتبوا باليمين ومش كل الولاد بيكتبوا بالشمال. الإيد اللي ما بيكتب فيها لازم تهدي الورقة، لأن الورقة إذا ما هديناها عم بتهز، وإيدنا عم بتهز على الورقة، سو نحن عنا مشكل كتير، الورقة عم بتهز، إيدنا عم بتهز، الخط ما رح يطلع منيح. فإذا حكينا وضعية الجلوس، حكينا عن مسكة القلم، في أهمية ليونة الذراع الكاتبة، يعني منبلش من الكتف للكوع للمعصم للصبيع، لأنه الكتابة هي عبارة عن حركتين، حركة نقل اليد من الاتجاهين، يعني أو من الشمال لليمين أو من فوق إلى تحت، وحركة الدوران. إذا الإيد منا مرتاحة، إذا الإيد مشنجة، الحركة رح تطلع كتير ولا شعوريا حيتوتر كمان هيدا الولد. يمكن بعض الحالات كمان كارول منشوف يمكن هالولد كتير عم بيشدد على الورقة على الحرف، صحيح صحيح، يمكن بيكتب حرفين وبيتعب لأنه هو هيدا بيكون عم يعطي أسبابه، بيكون في مشكل بالحركة بعضلات الإيد، بيكون كتير عم بيشد على إيده، يعني بتكون إيد أو يعني منه مرتاح، لا منه مرتاح، أو بتكون طولة عالية أو بتكون طولة واطية، أو هو بيكون كتير عم بحط يعني إفاق، عم يعمل كتير جهد كرمال يعطي كومانس أو بعض الانتقادات على خطه. أكيد أكيد. فإذا ننتبه على حركة، على يعني ليونة حركة الإيد عند الطفل والصبيع أكيد تيقدر يكتب بطريقة صحيحة. أوكي. كرمال هيك نحن كتير بننصح بأنشطة بتحرك اليدين، يمكن الأوقات الرقص، أوقات أنشطة رياضية منيحة كرمال الولد يحس بإيده كتير منيح، يعرف شو القدرة اللي بيقدر يعطيها من إيده. شو التب اللي بتعطوها بحركة اليدين حتى يكون مرتاح؟ يعني بعرف قبل انه يمكن في بعض الاشخاص كانوا يقولوا لتبقى الايد خفيفه نبقى كل الوقت هيك يمكن على المعصم، كيف نعمل يعني هلا خف الايدين، في حركات معينه بتعطوها للاولاد؟ اكيد في انشطه، يعني هلا ما بقى نعطي النشاط بشكل انه اعمال هيك لازم يعمل، ما بقى انه بس نحرك المعصم، نحن بنقترح انشطه او تعمل بانتور الولد يروح من اليمين للشمال، بتكون عم تحركي النسخ ما كثير بنحبه مفيده بالاول كانشطه يعني تحفيزيه، بالاول ما كثير بنحب النسخ لانه بيعرف الولد انه نحن عم نحضر للكتابه، نحن هدفنا بالاول يعني نحرر حركه الايد من هالصعوبه الموجوده، نروح على البانتشر، بنروح على نعمل بالبات امودلي او المعجون بالبات سيراميك، نشتغل فيها يعني يمكن يقلد حركات نحن بنعملها قباله. اوكي. بس النسخ قلتي لي بعدين بتتبعوها منا طريقه، هلا النسخ حسب لشو بدنا اياه نحن، ندخل بركي للخط الجميل، بدنا نحدد. فإذا بالأول الخط الجميل شو هو؟ شو نحدده؟ نحن كنا حكينا هلأ عن الأسس الحركية، فإذا قلنا في أسس إدراكية كمان يلي هي المساحة الكتابية يلي بيكتب عليها الولد، هل هالطفل بيحترم المساحة الكتابية أو بيكتب أكبر أو من السطر بكتير أصغر بكتير من السطر، هي الحركة الكتابية المساحة الكتابية عفوا. منروح على الاتجاه الكتابي، بعمر بين 5 سنوات 6 سنوات بنشوف أولاد بيكتبوا ميروار، نحن بحاجة لمراية نفهم، يعني بيتبع هو الاتجاه اللغه العربيه تيكتبوا فرنسي بيقلبوا، هل هالولد عم يحترم الاتجاه الكتابي؟ هل هالولد عم يكتب الحرف بطريقه صحيحه؟ لانه الحرف تحديده عن الرسم هو انه له نقطه بدايه
وله مسار كتابي معين، اوكي؟ نحن ما فينا نكتب الحرف مثل ما كل واحد بده، في طريقه معينه نحن تعلمناها بالمدارس، هيدي هي بتحدد الحرف من انه صح. يكون رسم. فاذا انت نحكي عن خط حلو بدنا نكون محترمين كل هول الاسس، اوكي؟ هلا النسخ، اذا انا اعطيت الولد ينسخ كتمرين انه ساعده يعرف يكتب بطريقه صحيحه ويحترم المكان الكتابي، هيدا شيء كثير منيح، بس ما يكون خمس سطور عم يكتب، خمسة أسطر، يعني بيكون كتير. بس في أحرف صعبة، يعني بحاجة عليها، يعني قبل ما نوصل تنكتب الحرف في، إذا يعني إذا نرجع نتذكر كل الحروف كلهم في لهم فورم غرافيك قبلهم. مثلا إذا بنحكي عن، خلينا ناخد أهين حرف، حرف الألف باللغة العربية هو عبارة عن خط عمودي، صحيح؟ منبلش نشتغل على الخطوط العمودية قبل، نطلب من الولد يوقف، يعني صحيح يوقف هو بشكل كأنه خط عمودي، يعمل بالمعجون خط عمودي، يصف لي اشياء بتتحرك بطريقه عموديه مثل الاسانسور. بعدين بنروح انه نعمل بالبات امودلي خط عمودي، طب الاخر نوصل انه نرسم على الورقه لانه بيكون بخياله بباله خلص عارف شو هالخط وكيف صح، بس نفسر ونهيئ طبقه. اكيد بس نهيئ الفكره للولد ونسهلها ونحطها بطريقه كثير ملموسه، بتصير اسهل له انه يطبقها. دونك منيح نعمل كوبي او نسخ، بس ما نكون نحن عم نروح بطريقه مفرطه، يعني خمسه اسطر، او نستعمل النسخ كقصاص او عقاب للاطفال. طب بين اليد اليمنى او اليسرى، دائما بنلاحظ انه الاهل بيجبروا الولد انه يكتب باليد اليمنى، هل هذا الشيء صحيح؟ صعب؟ ممكن نشكل عبء يمكن على هالولد؟ اكيد. شو تبعيه هالمساله؟ هيدا الشيء بنسميه الافضليه الجانبيه. الافضليه الجانبيه منا خيار، نحن ما بننقي نكون بنكتب، يعني نكون اي تكون، يعني بنكتب باليمين او بنكتب باليسار، هيدا ناتج عن افضليه على مستوى الدماغ. اوكي يعني دومينانس هي حتى نورولوجيك بتكون، ما نحن ما بيسوى نجي نحن نقرر نغيرها. اوكي، لانه اذا انا الولد بيكتب بالشمال وطلبت منه يكتب باليمين، انا مش بس عم عيق الحركه، لانه هو ما عنده بعد سهوله الحركه باليد اليمنى، عنده افضليه لليد اليسرى. فاذا انا بكون عم فوت بمشكل اكبر من انه بس نقينا الايد اياها نكتب فيها. أوكي. عم نفوت بمشكل بالاتجاهات، الولد بصير يضيع بين اليمين والشمال، عم فوت بمشكل على مستوى الكتابه، بخلينا نقرا بشوي على الديسلكسي او عسر القراءه والكتابه عند الاطفال، يلي هي مثلا الحروف المتشابهه، خلينا نحكي باللغه الفرنسيه بي اي دي مثلا، او بالانجلش بي دي، هن عباره عن خطوط عموديه بيختلف مكان الدائره نسبه للخط. صح، وحدة على اليمين وحدة على الشمال. لما أنا الولد بيكون هو أصلاً أيسر وأنا بجبره يصير أيمن، دونك نحن بنسميه جوشي كونترارية، يعني بالإجبار، لما بجبره أنا عم كون عم حضره لهيك نوع مشاكل، وهي مشكلة صعبة ومعقدة. هي مشكلة صعبة ومعقدة وممكن تعيق كل التطور المدرسي للطفل. يعني نتركه على راحته للولد، مش غلط إذا كان بيكتب باليد. يعني مثل ما في اختلاف بلون العينين، في اختلاف بالأفضلية الجانبية، هيدا الشيء كثير، هيدا بنحمله كل واحد منا بجسمه. وهون بيجدر نلفت إنه الأفضلية الجانبية هي مش بس على الإيد، هي على العين وعلى الإجر، وممكن ما تكون اموجين، يعني على نفس الميل مثلا يمين، ممكن واحد يكون عنده افضليه جانبيه على اليمين بايده، على الشمال بعينه، هي العين يلي بتوجه اكثر. يعني الولد ما بيكون هو اختار انه انا بهيدي الايد بدي أبداً. اكتب، هي لا شعوريا يعني ابدا ما بيختار الولد، بتكوينه يمكن. صحيح هو بتكوين الدماغ عند الاطفال. نعم. هون فينا إيه؟ كمان بس لحاطه ملاحظه انه في اطفال، الاطفال عاده لعمر 5 سنين تيكتسبوا الجانبيه، يعني تيعرفوا هن اي يد، اي ميل بيكتبوا فيها، اي يد بفضلوا يكتبوا فيها. قبل هالعمر كثير معقول نشوف ولد ببلش باليد اليسرى بكفي باليد اليمنى، هون بهيدا العمر ما يعني ما بنتدخل، وحتى ما بنعطي طرق غير مباشره، مثلا من ملاحظات الالم ملاحظات اكيد ما نجرب ما نعطيها للطفل، لانه او اصلا يعني اذا قلت له اكتب باليمين او اكتب بشمال ما بيعرفهم بعد. لا، اذا اكتب باليمين بيكتب بشمال بيعمل ما راح يعرف، يعني راح تفوت الشغله اكثر، بتصير مثل تحدي بين الطفل واهله. نحن بغنى عن هيدا الموضوع. صح. يعني اللي كنت عم اقوله انه اذا الولد بعده بيكتب بالايدتين ما نقرب له القلم على الايد اللي نحن بدنا اياها، بنحط القلم على الطاوله وهو بينقي على كثرة الأنشطة الكتابية اللي راح يعملها، منه لوحده راح يقدر يعرف أي إيد بفضل يكتب فيها. وفي حال ما نقى ايد بقينا لبعد 5 سنين ونص، نتجه لأخصائية نفس حركة، هي بتجري الفحوصات يعني التقويمات اللازمة، وعلى أساسها بننقي وبنساعد الأهل وبنعطي إرشادات. طب بنلاحظ كمان بعض الأحيان، بدنا نرجع شوي للخط الجميل أو الخط المعقد وغير مفهوم، كمان الأساتذة أو المعلمات بيلعبوا دور كتير كبير، يعني يا بيزيدوا المشكلة
صحيح. او بيخففوا هالمشكله وبيستوعبوا هالولد. هون شو الصح وشو الخطا كمان بهالنقطه؟ يعني نحن هون بدنا نجرب نراعي بناخذ معيارين بعين الاعتبار. اول شيء المنهج الدراسي اللي بتتبعه المدرسه، وثاني شيء حاله الولد. المناهج الدراسيه لسوء الحظ بعدنا كثير بنشدد على الكتابه، بنعتبر انه هيدي هي الوسيله الاولى تنقدر نقيم اذا الولد عم يتعلم ايه او لا. فاذا فينا نتجه اوقات لتقويمات غير كتابيه، او تكون الكتابه كثير قليله بالتقويم. يعني هيدي واحد. اثنين، في حال الولد كان عنده مشاكل بالكتابة لازم ننظر له بطريقة ونساعده. يعني إذا أنا عم بطلب من كل الطلاب إنه يتموا نسخ من 3 سطور لنفس الجملة، وهيدا الطالب عنده مشكل وما يعني ما قادر يأمن أو يعطي المردود الكتابي المطلوب، أنا في خفف هال3 سطور لسطر واحد بشرط إنه يكون عم بيأمن المعايير المطلوبة، يعني عم يحترم المساحة الكتابية، عم يكتب بخط صحيح، بخط خلينا يعني بعدنا منقول جميل بس بخط يتماشى والمعايير اللي مطلوبة لا يعني نتأكد من الخط. على كل حال يمكن هالخط بيضل يرافق مثل ما هو، يعني اللي خطه مشي هو صغير بيضل مشي على كبر مش كتير، بس انه بحس بيعطي كاركتر بتعرفي، لانه المعلمات بيصيروا يميزوا يمكن تلميذ على تلميذ من خلال خطه. اكيد هيدا الاكريتشور بيرسوناليزي هيك مسحة يعني لا صحيح اللي عم تقولي صحيح. في نوع بتصير كتابة شخصية، يعني كل واحد بيصير عنده طريقته بالكتابة، بس هيدا بتبين بعد عمر ال10 سنوات يعني الولد تمكن بطريقه كافيه من كل الحركات الكتابيه وجربنا كل الطرق بيبقى في خطه، بس هذا ما بيعني انه بيضل الخط بشع. يعني اذا نحن عندنا مشكل بالخط فينا نتجه لاخصائيه نفس بتساعد اخصائيه نفس حركه عفوا بتساعد تيتحسن الخط تيصير ضمن المعايير المطلوبه. هذا هو تحديد الجميل. الجميل يعني جميل لإلي بيختلف عن الجميل لإلك، فاذا الجميل هو معيار كثير نسبي. نحن جربنا قد ما فينا نحط معايير علميه تنقيس جماليه الخط. مظبوط. كارول شكرا لك، دايما بتفيدينا بمواضيع بالفعل بتهم كل طالب وكل ولد والعائلة يعني بشكل عام. شكرا لك وبنشوفك عن قريب. كمان مرة جديدة مثل ما حكينا ومثل ما كلنا شجعنا امبارح منتخبنا منتخب الجزائر، خلينا نشوف النجوم كيف شجعوا هالمنتخب على السوشيال ميديا. الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي ينافس في مباريات كأس العالم، والبارحة حين لعبت الجزائر بمواجهة بلجيكا ورغم الخسارة توحد حولهم كل الوطن العربي بما فيه نجومه. أحلام أعلنت قبلا عن منحها الجزائر كرة مسية في حال فازوا بالكأس، وأكدت البارحة أنها ستمنح 10,000 دولار لكل لاعب يسجل هدفا لتشجيعهم على المنافسة. راغب علامي غرد هو الآخر شجع الجزائر، وأشعل صفحته على تويتر دعما للفريق، وحتى بعد انتهاء المباراة هنأهم على جهدهم الملحوظ. أصالة بدورها أكدت أن الله مع الجزائر، متابعة كم نحلم بأي انتصار، وارتدت قميصا عليها علم الجزائر وتابعت المباراة مع شقيقها أنس وزوجها طارق العريان. مكسيم خليل أعلن قلوبنا معك يا جزائر، استمتعوا وأمتعونا، فكم نحن بحاجة لجرعة من الفرح، شجعوا الجزائر. ميريام فارس، نانسي عجرم، نوال الزغبي ويارا أيضا هيصنا للفريق الأخضر، وإن حزنا للخسارة لكنهن فرحنا لقدرة المنتخب على المنافسة بشراسة، وخسارة معركة لا يعني خسارة الحرب. محمد عساف بدوره علق حاملا علم الجزائر، اليوم كلنا جزائريون، بالتوفيق للمنتخب. وأعلن رامي عياش، الليلة قلوب العرب كلها جزائرية. فيما كتبت ديانا حداد عبر صفحتها على تويتر، هارد لك لفرسان الصحراء، الجزائر إن شاء الله يعوضوها في المباريات القادمة ويتأهلون للدور 16. وتابعت نجوى كرم المباراة ولم تكتفي بذلك، إذ حثت كل من يحبها على البقاء على حماسته للفريق الأخضر، مؤكدة قلبنا مع الجزائر.
الرحلة طويلة أمام المنتخب الجزائري الذي يثبت يوما بعد يوم أنه جدير بالمنافسة. علهم يفوزون بالكأس ويرفعون رأس العرب، كل العرب. قلبنا مع الجزائر مثل ما شفنا بهالتقرير، وبعدنا بأجواء المونديال. دقيقة قليل مع الأعلان، وبعد الفاصل بينضم لنا الاختصاصي بالجراحة التجميلية دكتور نادر صعب ليحكي عن اللاعبين كيف ممكن يحافظوا على جاذبيتهم وإطلالتهم من خلال يمكن العملية التجميلية. ما بعرف، تابعوا الفقرة بعد الفاصل. ليدي نوال، مرحبا وسهلا فيك في المغرب. Tell me, how excited is it to be in Morocco for the first time? Number one, to bring my culture, to bring a little bit of who I am and my continent. مازال يا زملائنا الكرام، حطت اتوبيس، معلش، لقب سفير النوايا الحسره. بس انا حاب اعرف من يوم ما استلم كاظم ساير هذا اللقب ايش عمل؟ استغلال اسمكم في اشياء تفيد الوطن العربي، انتم كثير مقصرين. انا فخور انه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين. إيقاعات أرتام موسيقى من كل أنحاء العالم وكل القارات مجتمعة في العاصمة الرباط لمدة أسبوع كامل. وأنا أحبك 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 يا سلام. I had the privilege to see you guys in Cannes in Chapot Party. So you ready? Hey, I'm Alicia Keys, and I need you to watch me on LBC with my man Bilal. كل ذلك في ساعة من الزمن، كونوا في الموعد. والشعر اخر التصريحات واهم الميك اب ارتست حول العالم دائما بيعطونا اهم التيبس لكم، اجدد نصايح من اهم الهير ستايلست حول العالم، الهوز هو بعالم الفاشن واجدد الفاشن شوز، وما تنسوا التيبس اند تريكس اللي دائما بتشوفوها بكاتوك. كاتوك يوميا الساعه 6 المساء على ال بي سي. الفنان حاتم العراقي في ألبوم جديد، حاتم العراقي 2014، يتضمن 18 أغنية. هو حياتي وقلبه وعمري وما لي حد غيره، يطلب عيني تبدا عيني. وين وين ألبوم حاتم العراقي 2014 حاليا في الأسواق. إنتاج وتوزيع روتانا. هل هو كائن من الفضاء الخارجي؟ عصفور بغرد باللغة الألمانية؟ أو فكرة بتغير العالم؟ أو يمكن ما على الكوميديا الأمريكية؟ كونان، كل هالمجموعة وأغرب من الثلاثة للجمعة الساعة 11 المساء على الـ LBC. من لبنان للخليج العربي ومصر والمغرب العربي وكافة أنحاء الوطن العربي، برنامج واحد بيسلط الضوء على أجمل وأجدد الأغاني. مين اللي مسيطر على المركز الأول؟
إليسا، عمرو دياب، فنان العرب محمد عبدو، أو المطربة نوال كويتية. أغاني بتتقدم وأغاني بتتراجع، وكل التفاصيل ببرنامج توب 40، برنامج السباق الرسمي للأغنية العربية بالوطن العربي. توب 40 الخميس الساعة 7 المساء على الـ LBC. نحن اليوم بموسم المونديال والأنظار كلها مشدودة صوب لاعبي كرة القدم العالميين، كيف يهتموا بلياقتهم وكيف بيحافظوا على تألقهم؟ موضوع رح نحكي فيه مع أخصائي بالجراحة التجميلية الدكتور نادر صعب. أهلا وسهلا فيك دكتور. كيفك؟ مننترك كل أسبوع هيك مع مواضيع جديدة منتحمس عليها، دايما مواضيع غريبة ومهضومة. اليوم رح نحكي عن المونديال، وبداية هلأ الأضواء كلها على لاعبي كرة القدم اللي صاروا نجوم، ويمكن شوف شباب، بعض الشباب هيك معقول يقلدوا جسمهم شكلهم، عم بتلاقي هيدا الشيء؟ أكيد. يعني مثل ما نعرف بلبنان، حتى بكل البلدين وبكل العالم، اليوم المونديال هو شاغل الناس، وبالتالي وقت ما بيكون في ماتش منلاقي ما في حدا بقى على الطرقات. وكتير من الناس بهالوقت ومن الشباب المراهقين بيصيروا بدهم يتمثلوا بحدا، يمكن كريستيانو رونالدو، يمكن أكسال، يمكن حتى بقصة الشعر، باللبس، بالجسم، بتلاقي كل حدا جاي حامل صورة وجاي بده خدوده مثل فلين، ولا بده منخيره مثل، يعني فعلا بتلاقي هلا عايشين موضة. وكل هالولاد يعني بال 18 20 حابين يتمثلوا فيه، بحبوا اشكالهم. دكتور قبل ما نفوت عن لياقة هالنجوم الرياضيين، هن كيف يحبوا زوجاتهم يكونوا اجسامهم؟ اكيد حيكونوا بيكي أكيد شوي. اكيد مثل ما بنشوف نحن لاعبين الفوتبول بالعالم وخاصة المشهورين، بنلاقي انه بيكونوا مصاحبين حدا او مجوزين. نعم. وغالبا ما بيكونوا هالسيدات بيتمتعوا باجسام فعلا مميزه، وخاصه اذا كان عندها اولاد، هالنسوين بيلجأوا الى عمليه شد البطن مش بس الشفط، لانه غالبا بعد الولادات السيده بيصير في عندها مثل كرشه او فتق بسيط مع ترهل شوي بالجلد. نعم. وبالتالي هون لاعبين الفوتبول كلهم بيتمنوا انه جوزاتهم يكون بطنه ملزق بظهره، وبالتالي منشوفهم كل السيدات يلي معهم بيكون جسمهم كتير رفيع، والعظمتين طالعين، العظمتين مبينين، الخصر، السيلوات تبع البادي كتير مبينة، وبحبوا شوي يكون عندهم الدريير ولا الارداف شوي ظاهرين، يعني هن بيلجأوا لشد البطن غير أكيد. طب دكتور، هن أكيد الرياضيين كيف بيقدروا يحافظوا على لياقتهم ورشاقتهم؟ اكيد هيدا شيء بيساعدهم بالبروفيسيون، بمهنتهم، بنجاحهم واستمراريتهم بالحياه، قديش بيقدروا يحافظوا على جسمهم. وبالتالي التمتع بهالجسم كتير مهم والمحافظه عليه. التكدسات الدهنيه اللي بتكون موجوده ببعض المناطق، اكان بالبطن، اكان على الخصر، اكان وراثيا او مكتسبه من خلال اللايف ستايل يلي بيعيشوه، منلجأ أوقات إلى إزالته بالليزر يلي هي صارت عملية كتير بسيطة. وهون بيكون اللاعب لو عمل ريجيم وسبور يلي بيعمله اللي هو كونتينيوز ما بيقدر يتخلص منه، لأنه هني بيكونوا كناية عن سيلولايتس أو تكدس دهني ميت مفصول عن الجسم. بيلجأ إلى أشياء بسيطة من خلال استعمال الليزر، منخلصوا منهم بفترة كتير بسيطة. دكتور، كمان على اللاعبين معرضين كتير لإصابات معينة، هل بيلجأوا لعمليات تجميل أو يعني بيلجأوا من فترة للتانية لأنه بيصير عندهم إصابات يمكن تعلم بوجههم أو تسبب لهم هيك الإصابات هو موضوع كتير مهم عند اللاعبين، يعني هيدا ريسك أي لاعب بده يخوض هالمهنة، بده يتعرض ويكون عنده خطر انه ينضرب، الكين ينكسر المناخير تبعه،
الكين يصير في عنده ديبلي ندبات بوجه او جروحات خلال صحيح. الماتش اللي بيبقى هدفهم الوحيد الربح هو الربح أكيد. وبالتالي كتير بيصطدموا ببعض وهون من المفضل انه يلجأوا الى عمليات تجميلية لو كانت بسيطة لإعادة الشكل الى ما كان عليه، لانه هن بيصيروا ايدل مش بس بلعبة فوتبول، بيصيروا نجوم نجوم ستارز يعني صحيح. والعين اكيد عليهم. طب دكتور، كحضرتك كأخصائي بالجراحة التجميلية، كيف يقدروا يحافظوا على الجسم المثالي؟ قد ايه صعب او الموضوع صار هين؟ بعتقد اليوم بالجراحة التجميلية صارت كتير بسيطة لدرجة انه منقدر مش بس نحافظ على الجسم، حتى عند الناس يلي منهم ما عندهم عضلات، منهم مسكلي، ما عندهم هالفورم، نقدر حتى نلجأ الى وضع بعض اللمسات بالجراحة التجميلية لاعطاء واضفاء جميل على الجسم الكين من زرع بعض الحشوات السيليكونية. نعم. وبالتالي هون منقدر نحصل على جسم مثالي بأشياء كتير بسيطة وبندبات كتير صغيرة، مثل ما عم نشوف هون كريستيانو رونالدو يعني انشهر بطريقة كتير كبيرة. رح نرجع نحكي تفصيليا أكثر عن الموضوع، بس على كل صورة بصورتها حنعلق بعد شوي. بس اللاعبين يمكن عندهم مشكلة التعرق الزائد، في إلها حل؟ إله حل الموضوع؟ أكيد مثل ما بنشوفهم بالملعب عادة وقت ما بيكونوا عم يركضوا منلاقي العرق عم بي فعلا من كترة الحرارة اللي بتكون فيهم، لكن بمناطق معينة بتكون مزعجة لدرجة إنه مش بس في تعرق، في عادة انزعاج صحيح. والشكل اللي بيكون على التيب بيكون فعلا مزعج، وإضافة إلى الألوان اللي بتكون على التيب، وبالتالي في عالم ما بيعودوا يلبسوا اشياء ملونة. اليوم هالمشكلة تخلصنا منها مع حقن البوتوكس تحت القبط اللي هو كتير سهل، ما بيستغرق 5 دقائق من الوقت، وبيصير اللاعب لو حتى عنده تعرق نعم. بيضلوا تيبه نضاف وما عنده الروايح تبع التعرق يلي فعلا بتكون مزعجة عند بعض الناس. لكن كمان التعرق الزائد عنده حال، وهو بعد أوبر حقن البوتوكس. حقن البوتوكس اللي بيخفف أو بيشيلها نهائيا أكيد. وحتى نحن هون بالعالم العربي بيلغيها نهائيا، ما نعم. بيعود عندنا تعرق ابدا تحت القبط، وكثير من الناس بيعانوا من التعرق باليدين صحيح. وبالاكف والرجلين، وبالتالي هون حقن البوتوكس هو حلم بيراود هول الناس يلي عندهم تعرق زائد، لانه بيكون في عندهم فعلا مشاكل نفسيه ناتجه من وراء يمكن ستريس او أكيد. اللي بيقطعوا فيه يعني عاده بيكون او من الرياضه الزايده، اما من الحراره، اما ايموشن بتكون بيتاثر من شيء او بيعصب، وبالتالي هالشيء بيخلي هالمشاكل تزداد عنده. نعم. اليوم صار كتير في تطور بعالم الجراحه التجميليه لحتى الانسان يقدر يواكب الحياه ومهنته مع اقل انزعاج ممكن ضمن نطاق احترام الشكل الطبيعي. دكتور، اذا بدنا نرجع للمونديال، مين بتلاقي اكثر لاعب هيك مثالي شكله مزبوط يعني، وبذات الوقت شو الشكل المثالي للشاب الرياضي؟ اكيد انا بفضل سيرجيو راموس، وبعدين كثير اخذ هو سكسي وصار اليوم يمكن على مثل ما عم نشوفه نعم. بالاعلانات بالدعايات اكثر واحد مطلوب، وحافظ فعلا على شكله، حتى كثير من الناس صاروا بيلجأوا الى قصة الشعر تبعه صحيح. الكين حنكه الكين يعني اي منحس صار في عنا موضة اليوم صحيح. نيجي من وراء هيك لاعب يمكن على الكاريزما اللي عنده بشكله بتساعده انه يتألق، وفعلا صرنا منشوفه بكثير من الاعلانات صحيح. وهو الاغلى سعرا صار اليوم. نعم. دكتور، رح نشوف هلا بعض الصور، بس يمكن هي فتره معينه من بيلقوا الضوء على هاللاعبين اللي بيصيروا نجوم، ولكن بيصيروا الشباب شوي على بالهم يقلدون ان كان حتى بقصه الشعر. انت بتنصح بهيدا الشيء؟ لانه يمكن بعد فتره بننسيهم، يعني بعد ما المونديال يخلص خلص موضه ودرجه. اكيد يعني بعصر بتصير هالموضة فعلا بتصير درجة كتير. انا بنصح
كل شيء قابل للتغيير. نعم. لكن أنا ضد التغيير الجذري. يعني كثير من الشباب بأمه حتى البنات يعني نحن اليوم زنطين بأمه عيادتي بحسن عن شكل معين مختلف عن اللي هن بيتمتعوا فيه، وهيدا بعتقده غلط. حلو الإنسان يحافظ على الايدنتيتي تبعه. أنا ما يجمل أكيد. يعني بتقضى انه يمكن يغير شوي بحنكه، يمكن يغير شوي بشعره، بيجبه، لكن تغيير الجذري انا ضده وما بفضله ابدا. انا مع تهذيب الشكل ضمن نطاق الاحترام، انه يطلع الانسان راقي. صحيح. بالتجميل. صحيح. خلينا نكمل بالصور. اكيد نيمار هو فعلا شاغل قلوب البرازيليين وقلوب اللبنانيين. شغلنا قلوبنا. مشجع للبرازيل حضرتك. بقى يعني هالإنسان يلي عنده هالبيبي فيس يلي مع انه هو منه كتير حلو، بس كاركتر او كاريزما يمكن، وهالشارم اللي فيها الجاذبية خلقت منه يمكن شكل معين. اوريجينال مميز. وبالتالي انا بقول على طول عنده هالبيبي فيس، العيون، الوجه، الحنك، وهيدا كتير بيساعده انه يتربع على عرش المونديال يمكن هالسنة ان شاء الله. اكيد اكيد. وبيقدر الواحد كمان يتعاطف قديش شكل هيك بخلي الواحد يتعاطف معهم. كريستيانو رونالدو كمان كتير برز اسمه وكتير ناس انغرموا فيه، وكتير مطلوب يعني بفضلوا بعض الناس انه يزرعوا بعض الحشوات لحتى يصير عندهم الصدر كريستيانو رونالدو. نعم. يلي هلا في حشوات بتقدر تعطي شيب الشيب العضلات او السكس باكس. يعني بمجتمعاتنا في كتير من الشباب ما بيحبوا يعملوا سبور، لكن بدهم يظهروا بشكل كانهم كل يوم بيعملوا كم ساعه. أوكي. سبور، وبالتالي هون يعني في ناس عم بيضحكوا علينا يمكن. وبالتالي بنقدر نحن نعمل تقسيم الجسم بشكل يكون كأنه هو عنده عضلات، والعكس بيكون منه مزبوط أبدا لأنه هو فعلا ما عنده عضلات. أنا ما حشوة هيدا بتكون. بنقدر نرجع إلى زرع بعض الحشوات لحتى يبين الجسم كأنه هو متمرن وعنده كتير من العضلات يلي هي موجودة عند الناس اللي بيعملوا كتير رياضة. أكيد أكسال يعني كتير نحكى فيها اليومين لأنه كان عم يلعب مع المكسيك، وكمان يعني بفتشوا بعض الشباب عن بعض الوخز للحفاظ على شكلهم الخارجي. نعم. وبالتالي اليوم نحن منقول التجميل ما بقى للناس المعمرين، لا بل بالعكس أنا بقول حتى على عمر صغير. نعم. منه غلط أكين شاب أو سيد اللجوء إلى بعض الوخز للحفاظ على شبابه، وبالتالي أنه يكبر من دون تجاعيد، وهيدا الهدف. نعم. أنه to age well، نكبر مرتبين. صحيح. يعني تجميل مش تغيير جذري، عكس ما العالم بيفكروا أنه أنا بلجأ للتجميل لحتى لحتى يصير ارتب ولا لا. نعم. انه نكبر تو ايد جوال. نعم. معنا الصوره الاخيره. اكيد اللي عم نشوفه اللي عم نشوفه هو رحيم، وهون هالانسان حتى لو كان الميتيس انا بقول بشرته يعني منا بيضة ولا انه سمرة، هي اختلاط بين اثنين، كمان خلقت منه كاركتر هالجذبية وهالكاركتر يلي بيتمتع فيه. مثل ما كنت عم بقول انه لازم ناخد نحن فكرة انه قديش انا بدي اكبر بالعمر وما يبين علي، بقدر حارب ما بقدر حارب الزمن، لكن بقدر اتكيف معه بشكل انه اكبر وانا ومرتب بطريقة مرتبة. دكتور نصيحة اخيرة لكل الشباب اللي عم يتأثروا هلأ بهالنجوم الرياضيين. انا بقول انه منه غلط ابدا الانسان يحافظ على جسمه، لانه هيدي مش بس جميل، هيدا صحة بالنهاية، خاصة عند الرجال
لانه وقت ما بيصير في عندهم تراكمات دهنيه بالبطن وبالخواصر هالشيء بياثر سلبا على قلبهم، وبالتالي بيعطي ارتفاع بالكوليسترول والسكري والضغط والسمنة الزائدة اللي بتنعكس سلبا على القلب. هون بدي شجعهم انه يحافظوا على جسمهم لحتى يقدروا يعمروا اكثر بصحه افضل، وبشكل لو اضطروا الى الخضوع الى جلسات ليزر نعم لا يحصلوا على شيء منه غلط ابدا. شكرا دكتور، ننترك كل اسبوع عن جد بهالمواضيع المهضومه. بس ما سالتك انت مع مين بالمونديال؟ مع البرازيل. انا وياك برازيل. لكن من البرازيل مننتقل للندن، وغضب شعبي كبير بسبب تحرك ضد يسيء للمشردين. خلينا نشوف سوا بهالروبورتاج. في احدى المباني في لندن تم وضع مسامير مسننة امام الابواب والنوافذ في الطابق السفلي لمنع المشردين من النوم هناك، ما أثار سخط الكثيرين الذين اعتبروا بأن هذا عمل غير إنساني. رغم أنه محق قانونيا فهذه ملكية شخصية ويحق لأصحابها أن يفعلوا ما يريدونه. أحد القاطنين في المبنى والذي رفض الإفصاح عن اسمه قال لذا تيليغراف: قبل حوالي 6 أسابيع كان هناك مشرد ينام هنا بانتظام، فله آخر أيضا، وقد وجد الملكون بأن هذا هو الحل الأنسب كي لا يتحول المكان إلى منزل للمشردين. ورغم ذلك فإن التبريرات لم تكن مقنعة بما يكفي، ما دفع حوالي 100,000 شخص لتوقيع عريضة رفعوها إلى المسؤولين لإزالة المسامير المسننة، ومن ضمنهم عمدة لندن بوريس برونسون الذي وصف الفكرة بالقبيحة والغبية. وبعد انتشار هذه الصور بدأ بريطانيون أيضا يتدونون صورا لأماكن أخرى تحوي تقنية عينها وهي موجودة هناك منذ سنوات. فهل تستمر الاحتجاجات لحين النجاح بإزالتها أم أن القانون يحمي أصحاب الملكيات؟ بريك أخير ومنتابع آخر فقرة من ببيروت، خليكم معنا. ليدي نوال، مرحبا وسهلا فيك في المغرب. Tell me, how excited is it to be in Morocco for the first time? Number one, to bring my culture, to bring a little bit of who I am and my continent. مازال يا زملائنا الكرام، محطة أوتوبيس معلش، لقب سفير النوايا الحسرة. بس أنا حاب أعرف من يوم ما استلم كاظم ساير هذا اللقب إيش عمل؟ استغلال اسمكم في أشياء تفيد الوطن العربي، أنتم كثير مقصرين. أنا فخور أنه ولد بلادي يكون موجود بمهرجان عالمي مثل مهرجان موازين. إقاعة أرتام موسيقى من كل أنحاء العالم وكل القارات مجتمعة في العاصمة الرباط لمدة أسبوع كامل. وأنا أحبك 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 يا سلام. I had the privilege to see you guys in Cannes in Chapot Party. So, you ready? Hey, I'm Alicia Keys, and I need you to watch me on LBC with my man Bilal. كل ذلك في ساعة من الزمن، كونوا في الموعد. لما نقول بالصدارة منقول شوبز. بأخبارنا اليومية بنطلع عليكم. ما
من العالم العربي لتركيا وصولا لهوليوود، تقارير ومقابلات خاصة وصور حصرية. تابعونا يوميا بشوبيز على ال بي سي. شوبيز يوميا الساعة 5 المساء على ال بي سي. مهرجان جرش للثقافة والفنون 2014 يقدم الدورة 29 السبت 21 من يونيو، الفنانة شذى حسون. الأربعاء 25 من يونيو، الفنانين ديانا كارازون وحسين السلمان. الخميس 26 من يونيو، الفنانة نجوى كرم. الجمعة 27 من يونيو، الفنان وائل كفوري. السبت 28 من يونيو، الفنان متعب الصقار. للطعام أسرار وحكايات، بهارات ونكهات، تفاصيل صغيرة ما بينبيح فيها إلا إذا عملتوها على نار لطيفة. إذا كنت أنت أو أنت من يلي بيعرفوا يكسوا هالأسرار، شاركونا مع فيطة لطيفة. نحن يوم في عنا أكل دسم، يوم في عنا أكل صحي. السيدة التي ملأت الحياة بالحب، كتبت الإنجازات في صفحات الكتب، فغيرت مسار السرب. أنا السيدة، الأم، الزوجة والأخت، جعلت من سطوري مسارا لأبنائي. بيدي اليمنى حملت القنديل، فكانت يدي اليسرى الدليل. أنا السيدة التي روت الماضي، تحكي الحاضر وتصنع المستقبل. السيدة مع أسماء وهبي برمضان على ال بي سي. عيشوا معنا، معنا رمضان. فقرتنا الأخيرة لليوم رح ندخل إلى عالم التصميم والديكار المنزلي من خلال عدد خاص بالديزاين من توقيع مجلة سيلكشنز، وبصرنا نستقبل ريما ناصر رئيس التحرير المجلة، وأيضا بترفقها ضيفتنا اللي ساهمت بتصميم غلافها الأخير المصممة رنا سلام. أهلا وسهلا فيكم. بداية ريما أكيد بنرحب فيك، خلينا نرجع نذكر شوي عن مجلة سيلكشنز، وعلى المايك بليز لو سمحتي. سيلكشنز عم بيطلع الصوت. اوكي. سيلكشنز تغير توجهها هلا لثقافة وفن اكثر ما كانت قبل، فمشان هيك اتجهنا لطلبنا من رنا سلام تعملنا اول كوفر اللي هو ذا ديزاين ايشو. اوكي. تنعرف على المجلة الجديدة اللي عملناها. وريما ليش حبيتوا تقوموا بهالنقل النوعية للمجلة؟ لانه حسينا البلد بحاجة ليقروا مجلة في إلى مرجعية عن ديزاين اند كلتشر. حلو. ولها السبب غيرنا. رح نتابع أكيد معكم ريما ورنا، ولكن اسمحوا لنا ننتقل لزميلة فرح ببرنامج سيدتي لنشوف شو محضرين من فقرات لحلقتنا لليوم. مسيكي بالخير فرح. مساء الأنوار ساشا، تحياتنا لك وضيفتك الكريمة في الاستوديو. طبعا اليوم رح نتعرض إلى مواضيع منوعة وتهم كل امرأة عربية. رح نتعرف على سيدة أعمال سعودية أنشأت أكاديمية كندية سعودية عالمية، وبمناسبة دخول فصل الصيف رح نتكلم عن مضار أشعة الشمس على البشرة، ورح نتعرف على ملتقى غيث تاج اللي يركز على استثمار وقت الإجازة الصيفية لأعمال التطوع والثقافة والترفيه. هذه بعض مواضيعنا بالإضافة إلى فقرات الجمال والموضة وتقارير منوعة. نتمنى أن ينضم إلينا مشاهدينا على روتانا خارجية بعد قليل. شكرا ساشا.
شكرا يا فرح، موفقين بحلقتكم اليوم. انا بحييك وبحيي فريق عمل برنامج سيدتي ومتابعين كمان مع ضيوفنا رنا. بنوصل لعندك يعني حضرتك ضيفه عزيزه على في بيروت، دائما منتابع كل شيء جديد من ناحيه ابتكاراتك. كيف لتم التعاون بينك وبين مجله سيلكشنز؟ وحسيت في تحدي جديد اليوم انه يكون في كفر، يعني صممت الغلاف لهالمجلة العريقة؟ اجينا تليفون من ريما من شي جمعتين، اتصلت انه بليز رنا بدي انك تعملي لنا الكفر تبع سيلكشنز. اكيد طرقنا انه واحد يصمم كفر لمجلة هذه واجهه للكابتن لشغلنا، وعملناها لبيروت ديزاين ويك لكن الاسبوع الماضي. بقى طلعنا بشي عندك وقت يمكن مجلة تبتكري وتشوفي شو بتطلع احلى ديزاينز بيطلعوا لاست مينت وسبونتينيس. احلى ديزاينز واقوى ديزاين بيطلعوا باخر تكي لما بكون في بريشر. مظبوط. وطلع شيء والكافر اللي كان حلو فيه كان الميرج معه مع صوره لشغل زها حديد. كثير افتخرنا بهالشيء انه حتى تو جريت ديزاينرز على الكفر تبع سيلكشنز. رح نشوف الكفر لو سمحت ريما بليز، هيك بناخذ فكره اكثر. يعني نحن معودين على شغلك رنا، بتمزجي كل شيء هيك بين الشرق والغرب. يمكن هذا شيء جديد لكفر مجله سيلكشنز، كمان تدخل بهيك غلاف مميز كولورفل فيه طابع خاص وبينقل الفكره اللي انتم حابين تدخلوا فيها. ريما، كيف لقيتوا هيك ردود الفعل؟ بعرف انه بتستشيري يمكن كثير اشخاص حواليك من فريق عمل وغيره، كيف كانت ردود الفعل عن الكفر؟ بعرف انه بتستشيري يمكن كثير اشخاص حواليك بهالموضوع. كثير للحقيقه نحن عملنا تو ديفرنت كفرز لذات المجله. للمزبوط هيدا الكفر اللي اتاخد اكثر، هيدا اللي حبوه اكثر شيء. هيدا اللي حبوه اكثر، هيدا اللي خلص اكثر من الثاني، مع انه الكفر الثاني كمان اوليفيا بوتمان وريتشارد سيرا بلاك اند وايت بس كمان مصممين او ديزاينرز اند سكالبتشرز كثير مشهورين بالعالم، بس هداك الكفر اللي يعني لقيته يمكن الافضليه. لهالسبب بنشوف حالنا نحن اكثر لانه رنا سلام. انا بقول السر رنا ابدعتها وين ما كان، السر فيها هو الالوان والسبيريت، يعني والسبيريت الروح اللي عم نحكي عنها. ريما، بنرجع بنحكي شوي عن ابواب مجله سيلكشنز، شو الابواب الثابته غير الفكره الجديده اللي هلا كمان عم تدخلوا فيها بالمجله؟ دائما بنتطرق او بنعمل مقابلات مع انترناشونال ديزاينرز، مع مصممين عالميين وفنانين لبنانيه او عربيه او وكمان فنانين عالميين. نعم. سيلكشنز بتعمل كمان ذا ارت بيبر يلي هي بتعرف عن كل انواع الفنون. صح، فيها موجودة. صح، موجودة. حلو. كمان في لفت كتير مميزة يعني من قبلكم ب 12 الشهر، تم معرض كتير ضخم، خلينا نشوف بعض المشاهد والأجواء كيف كانت حتى نستغل هالدقائق المتبقية وندخل كمان بتفاصيل حوارنا، منشوفه سوا. سيلكشنز ماجازين من احلى مجالات هلا اللي عم تطلع ببيروت، عم تحكي هالاشي عن الديزاين ايشو، جمعوه مع البيروت ديزاين ويك. ريما ناصر طلبت منا نعمل الكفر بهالاشي، خصوصا طلعت اثنين ديزاين. جينا هلا بهالليله بكروان قاعدين نعمل سيلبريشن لللونش للمجله ونشوف شو عم يعملوا كديزاين جوا. هولي اللي عم نشوفهم اليوم هن ليميتد اديشن لدوما بيمثلوا المرأة العربية، معمولين من خشب اصلي ومدهونين اسود، بيمثلوا المرأة مثل ما انا بشوفها اليوم. بيسمحوا لكم تخبوا كل الابداع اللي عندها كثير لها قيمه لكم مثل المجوهرات. انا بمثل شركه مايكل اناستاسيادس، هي لايتنج ديزاين كومباني، هي بيست بلندن، وكروان هن اللي بيمثلوها بلبنان. وأكترية الشغل هي معمولة من النحاس، بنشتغل كتير مع النحاس وبنشتغل على فاريشن أدوية. يا
يعني عندي حشرية أعرف اليوم رنا كيف وصلت لعنا الدراجة المارية الصفرة اللي كنا شفنا كمان متناسقة مع لبس ريما هلا إليك ولا لا؟ آه لإلي إلا ما تاخد محل كمان بالمعنى. خبرينا رنا هلا مثل عم شوف كمان أنت ابتكرتي شيء كتير مهم من توقيعك بنحكي شوي عن البوب كورن كمان كيف اشتغلتيهم بوكسز مثل ما قلت لك لاست ويك كان في البيروت ديزاين ويك اجوا السينما سيتي ببيروت سوق طلبوا من 5 ديزاينرز يعملوا البوب كورن بوكسز وصممنا هدول البوب كورن بوكسز بس يونيك لإلهم واكيد السينما والوجوه الفيلم ستارز حطيناهم على العلب ومن الخمسه بدي اعترف انه هدول اكثر شيء طاروا بيعوا كانوا ليمتد اديشن ايه كانوا كولكترز ايه ليمتد اديشن لهالجمعه بس بقى اللي جمع الخمسه بكون ذا لاكي ونز. حلو قديش كان مهم هالمعرض ريما وتفاعلت الناس معكم خبرينا الاجواء كيف كانت بشكل سريع. كثير كان المعرض ولا الجمعه ولا اللي شفناه بالتقرير المعرض المعرض كان مهم لانه كنا مع بالاشتراك كمان مع ديزاين جاليري بجيب ديزاينرز لبنانيه كمان واجانب بذات الوقت كان حلو نعرف المجله على اودينس جديده على عالم جديده يلي بيعرفوها وكان كتير في إلى إقبال يعني انبسطوا فيها وسمعنا أراءهم فيدباك مميزة. رنا شو عنا شي جديد هلأ مشاريع جديدة فكرة يمكن مميزة عم تشتغل عليها؟ عم نشتغل على بروجي كتير لذيذ بدبي It's confidential بس كتير مهضوم أكيد إله علاقة بالأكل وعم نعمل لونش بسبتمبر لبسام فتوحة كمان عم نعمله شيء جديد limited edition شفنا صورة حينزل بسبتمبر حنعمل a big promotion لإله بسام is very excited وبروجيت صغير يعني مجلات جاي كمان من بعد selections عم نعمل بعد وحدة هلأ وعم نعمل كوك بوك جديد تبع كونتوري بني بلندن المطعم اللي عملينه الديزاين من كم سنة عم نعمل كوك بوك نمبر 2 الطبخ كيف الطبخ متوفي كل التوفيق رنا دايما نستمتع بابتكاراتك المميزه واللي بتشبهك عن جد هالقد هيك لها طابع خاص مثل ما بيقولوا ريما شيء جديد عم تتحضروا له يمكن باب جديد للمجله رح تضيفوه كمان عم نتحضر نعمل لونش تبع سيلكشنز بدبي اوكي رح يكون باكتوبر وسوفت لونش واللونش الكبير بالسنه الجايه بفبراير إذا الله راد أكيد رح نواكب كل شيء جديد بخص هالمجال الراقي أهلا وسهلا فيك ريما ورنا شكرا لحضوركم معنا ولهون بنوصل لختام لقائنا موعدنا بيتجدد معكم بكرة بنفس الموعد من هلا لوقتها بضلكم بألف خير ومع السلامة للجميع.